مغزواني. ذكرني جبنا ده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السيدات والسادة النواب المحترمين، السادة الأطر، السيدات والسادة رجال الصحافة والإعلام، حضور الكرام، إذا سمحت يا أستاذ، أنتم بجوج راكم اولا اعتذر على هذا التاخر ديال نصف ساعه فقط للترتيب، غير لترتيب هذا اللقاء، لانه لجنه الماليه الحمد لله اعمالها ولات تثير النقاش، وهذا طبيعي، وهذا طبيعي جدا ان يقع هذا الامر. بغيت في البدايه اذا سمحتم ان
وطني من الدرجة الممتازة. ونتمنى لكل أطر المجلس سواء أطر اللجان أو أطر الفرق يعني أن يكونوا إن شاء الله في هذا المستوى أو أكثر إن شاء الله. ها؟ المجلس أطر اللجان والفرق والمجلس نتمنى لهم كل خير. في لقاء المكتب الأخير اللقاء ديال المكتب الأخير كان عندنا في جدول الأعمال كما هي العادة واحد خمس نقاط دائما ثابتة سواء ما تعلق بمقترحات القوانين التشريع أو ما تعلق بمشاريع القوانين أو ما تعلق بمهام استطلاعية أو ما تعلق بطلبات انعقاد اللجان. طبعا نجري فيها واحد النوع من النقاش ثم نتخذ القرارات بشأنها جميعا. بالنسبة للمشاريع القوانين عندنا جوج ديال المشاريع القوانين اللي كتعرفوهم جميعا. كاين مشروع قانون يتعلق بالتعشير وطبعا هذا من تقريبا لسنتين لكن فيه نقاش حتى السيد المدير العام للجمارك حين يطرحوا معي هذا الموضوع يعني كيخصوا واحد النوع من استشارة. جاتني طلبات غير رسمية من أجل إحالتي على المجلس التنسيقي الاجتماعي وقلت أودي لا ما خلينا نناقشوا ويأخذ المجرى ديالو. ثم عندنا مشروع قانون يتعلق بتغيير البنوك الشعبية هاد خمسة ديال ثلاثة المواد لتعديل خمس مواد من القانون 96. طبعا كنا برمجنا اليوم لكن السيد الوزير يمكن عنده شي التزام فتم تأخيره. القرارات الأخرى التي اتخذناها فيما يتعلق بمقترحات القوانين اتخذنا قرارين اثنين. القرار الأول تقديم جميع المقترحات التي لم تقدم بعد ثم ثانيا تقديم أو يعني مدارسة دول التعبير مدارسة معاشات النواب لأنه هذه أكثر من ثلاث سنوات منذ 2017 حين وردت على اللجنة مقترحات القوانين وشكلت اللجنة وعقد اللقاء تم تقديم المقترحات وعقدت شكلت اللجنة إلى غير ذلك وإشراف السيد رئيس مجلس النواب على الموضوع. احنا القرار أقوله وبكل مسؤولية ووضوح جميع أعضاء المكتب الذين حضروا أكدوا على تصفية هذا القانون. ما بقاتش حاجة سميتها معاشات النواب. هذا هو القرار اللي اتخذ قرار أعضاء المكتب. ما كاينش شي حاجة سميتها إصلاح هذا القانون معاشات. السيدات والسادة أعضاء المكتب قالوا هذا هو الوقت لكي نرسل رسالة واضحة بأنه النواب ما عندهمش معاشات. الباقي الآخر كله تفاصيل. الأصل هو القانون ما كاينش صافي ما كاينش حاجة سميتها معاشات النواب. هادشي اللي اتخذوه أعضاء المكتب. طبعا كتعرفوا بأن السيد رئيس مجلس النواب يتابع الموضوع من جهته ولذلك احنا منين خرجت الدعوة لهذا اللقاء استدعاء لعقد اللجنة يعني أثير كلام. أنا كنوضح أمور كما اتخذناها. وطبعا السيد رئيس مجلس النواب اتصل بي وأكد الموضوع قال لي ودي من حيث المبدأ احنا متفقين بأن هذا الموضوع انتهى. كاين شي حاجة سميتها الإصلاح صافي. إذا انت السيد رئيس مجلس النواب مع المكتب ديالو هذا الاتفاق. طلب مني السيد رئيس مجلس النواب أن نؤخر الموضوع قليلا بحيث سيجري استشارات قانونية ومالية في الموضوع. فحبت الفكرة وقلت له أنا متفق معك
وهو الذي سأعرضه عليكم في النهاية. طبعا السيد رئيس مجلس النواب يتابع هذا الموضوع، وكانت فيه كنتابعوا شحال هذه، لكن كنقول لكم القرار ديال المكتب، قرار ديال الرئيس وربما حتى مع رؤساء الفرق اتفق هذا الاتفاق. فإذا هذا الموضوع هذا هو المسار ديالو، ما كاين لا توزيع غنيمه ولا هذا البكر الهندي كله ما كاينش، هذه الهضره يعني اللي بغى يزيد على شي واحد يزيد شغالو هذاك، ولكن يكذب لا، انا ما نسمح حتى شي واحد يكذب على هذه اللجنه. هذا هو الذي وقع. فيما يتعلق بباقي مقترحات القوانين قلنا غادي نقدموها وهي التي سأعرضها. ثم في النسبة للمهام الاستطلاعية عندنا جوج الحوايج، عندنا المهمة الاستطلاعية ديال الدقيق واللي طلبنا أن تعقد ويعين رئيس جديد لها، بحيث أن الرئيس السابق راه هو رئيس اللجنة ديال الداخلية، واتخذنا قرار بتفعيل المهمة الاستطلاعية حول الأبناك، هذا الذي اتخذناه في هذه. بالنسبة للطلبات عقد اللجنة، هذوك الطلبات ثبتينا فيهم اللي باقي محيل يعني باقي عنده الرهينيه ديالو، قلنا نفرقوهم على جوج. كاين واحد النوع اللي كيتناقش في قانون الماليه، غيجي في قانون الماليه، فما كاينلاش ان احنا قراب، ما كاينش ان عقيده اللجنه من اجل هذا الموضوع، لكن الباقي المواضيع نحدد جدوله مع الوزراء المعنيين وخاصه وزير الاقتصاد والماليه، وغادي نناقشوا معاه تلك المواضيع بعد ما احنا يعني صنفناها. هادو هما اهم القرارات ديال 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 المكتب، وعليه اقترح عليكم ما يلي في جدول اعمال باش الامور تتمشى كما استشرت مع الاخوان رؤساء الفرق على الشكل التالي. نقدم المقترحات كامله التي لم تقدم ثم النقطه الثانيه فيما يتعلق بمعاشات النواب الفرق. طبعا غنعطي الرؤساء الفرق اللي حاضرين او النواب اللي كينوبوا عليهم باش ياخذوا كلمه في الموضوع لاتخاذ المتعين بشان ذلك الموضوع، هذا الموضوع ديال المعاشات. وبه ان شاء الله غادي نختموا اللقاء ديالنا بتصور، ما بغيتش نعطي الخلاصه من الان لان ما نكلش نسبق، ولكن الامور راها واضحه، الامور راها واضحه بالنسبه الي وبالنسبه اليكم جميعا. فإذا ما كان شي اعتراض حول هاد الطريقة نبدأ على بركة الله. سيد رئيس، سي نور الدين رئيس فريق. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا سيد رئيس، الزميلات الزملاء. نعم سيد رئيس، هذه مبادرة محمودة جدا، وأن تسعى اللجنة إلى برمجة مجموعة من مقترحات القوانين طالما طالبنا بتفعيل يعني وتنزيل يعني هذه المقترحات، لانه الان تراكمت اعتقد شحال وصلنا 252 مقترح على مستوى المجلس، مقترحات مهمه وازنه لا تقل اهميه لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون مع مشاريع القوانين التي تحال علينا، ولكن للاسف هو انه التجاوب دائما كيبقى ضعيف جدا، لم اقل يعني منعدما، والامر الحكومه بطبيعة الحال عندها يعني ترد هذا الموضوع إلى البرلمان إلى أعمال اللجان، فهي محقة في ذلك، ولكن هناك بعض مقترحات القوانين دائما أنه من لأهميتها ووزنها أنه كتبقى الحكومة من الضروري أن تحضر. إذا السيد الرئيس مزيان هذه البرمجة، الآن درتو تقديم مقترحات قوانين، سهل جدا باش نقدموا مقترحات القوانين، ولكن مناقشتها شنو هي الصياغ المستقبلية ديالها؟ واش غادي نسعوا فقط بأنه اللجان برمجة مقترحات تم التقديم، السلام عليكم يرجع الاجتماع إلى موعد لاحق إلى ما بعد انتخابات 2021؟ ماشي هذا هو الغاية، الغاية هو ماذا نريد من برمجة هذه المقترحات؟ واش بغيناها نصادقوا عليها؟ كان مقترحات، وأنه اللجنة سيدة نفسها، كان مقترحات وازنة مهمة جدا، يعني المجتمع المغربي في حاجة إليها في تجلياته المختلفة. فلذلك سيد الرئيس لا يكفي تقديم، بل كان من الواجب أولا أن نقتصر على عدد معين مع برمجة جلسات أخرى لمقترحات أخرى، أما باش نقدموا 15 مقترح في جلسة واحدة يعني سهل التقديم.
أنا تقديم قدمه والكذابة في 5 دقائق والله يعاون، ولكن وماذا بعد التقديم؟ هذا وإلا بغينا نعطيه القيمة القانونية الشرعية لهذه المقترحات راه يجب أن تناقش ويصادق عليها، ماشي فقط أننا نقدم المقترحات والحكومة تعترض من بعيد. أنا ماشي هذا هو العمل. العمل المفروض من ناحية الدستورية والقانونية هو التقديم والمناقشة والمصادقة إذا اقتضى الأمر أو الرفض ديالها على حسب الأغلبية اللي كاينة. إذن هذا هي الملاحظة اللي بغيت نشير لها السيد الرئيس وشكرا. تفضل سيدنا. سيد الرئيس صباح الخير للجميع. تحية للجميع. غير باش نفهم مزيان السيد الرئيس، بعدا اولا كنشكركم، كنشكر المكتب على هذا البرمجه ديال تقديم المقترحات قوانين، وكنتمنى اللجان الاخرى حتى هي تقوم نفس الواجب على الاقل تقديم المقترحات. كنذكر بان عندنا مقترحات حنا متعدده في عدد اللجان منها لجنه الماليه، فكنتمنى كل شيء يلعب دوره بالاخص لجنه التشريع في مقترح قانون العفو العام على المعتقلين، فكنتمنى تكون هذه البادره هادشي اللي دار في اللجنه الماليه يتعمم على جميع اللجان. فيما يخص بغيت نفهم في المداخله ديالكم فيما يخص هذا تقديم المقترحات، حنا عندنا جوج دابا في اللجنه الماليه، واحد كيتعلق بحاله الطوارئ الصحيه وتقديم ديال الشركات لإصيغال باش يتعمم هذيك الطريقه ديال عن بعد للجمعيات العامه، اللي كيطلب الحضور ديال الحكومه حيت هو في نقاش مع الحكومه، فبالتالي انا ما عندي مانع باش نقدمه، ولكن كنتمنى يكون الحكومه تكون حاضره باش يكون تفاعل في هذا الجانب اللي كيمس جميع المقاولات، فهذا نتمنى يكون جواب منكم. الجانب الثاني حول نظام المعاشات، حنا منذ 2018 بدايه 2018 قدمنا مقترح قانون ديال الغاء المعاشات، هادشي اللي جا على لسانكم دابا سمعتوا جديد منكم، وكان مزيان كنقول مزيان، ولكن بغيت نفهم مصداريا شنو هيدار، واش هيتقدموا المقترحات اللي عندها علاقات بالمعاشات، ثلاثه المقترحات اللي فهمت كاينه، واش هيتم السحب ديال هذاك المقترح اللي كان ديال العدد ديال الفروق اللي كانوا كيتكلموا على الاصلاح، حيت هذا هو اللي زعما المسطر بغينا نطبقوا، المسطر خصو يكون السحب باش عادي تمشي نقاش اخر. غير فهم لي السيد الرئيس واش هيتقدموا جميع المقترحات اولا. شكرا. شكرا. تفضل السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس، صباح الخير السيدات والسادة الرؤساء والنواب. بالفعل ما يمكن لنا الا نسجلوا اجابه للمبادره اللي اتخذتها اللي اتخذها مكتب اللجنه، واللجنه اليوم هي سيدات نفسها بان البرمجه ديال المقترحات القوانين، لان فعلا هذا الملف ديال المقترحات القوانين كنعانيو منه، وزعما جرينو لولايات متعدده تحت المبادره التشريعيه، كتبقى حكر الا ما قلت زعما حكر على الحكومه، والمبادره التشريعيه من طرف السيدات والساده النواب كتبقى ضعيفه. هي كانت الموضوع ديال حتى اجتماع ديال المجلس الحكومي الاخر والبلاغ، بان كاين اهتمام هنا غير واحد التوضيح، لان في البلاغ اللي خرج على 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 المجلس الحكومي تيهضر على نسبه ديال 84% من المقترحات القوانين، غير التوضيح تيهضر على التدارس ماشي التجاوب إجابة مع المقترحات القوانين ديال النواب، وهنا كان خصنا هذا التوضيح ديال 84 اللي كيخرج أكثر من تجاوب أكثر من 84، زعما نسبة ديال 84% من المقترحات القوانين راه تم التدارس ديالها كيتمجه للرأي العام، فحال راه كاين زعما هذا التجاوب مع في حين بأن التجاوب لا يتعدى عدد الأصابع ديال اليد مع المقترحات القوانين، وبالتالي ما يمكن لنا إلا نتجاوبوا زعما نسجلوا إجابة لهذه المبادرة، ولكن أضم صوتي للأصوات ديال لا السيد الرئيس ولا السيد النائب اللي دخلوا قبل مني، اشنو المصير ديال هذه المقترحات القوانين؟ ها حنا اليوم فصلتي السيد الرئيس وقلتي كاين جوج، كاين مقترحات القوانين اللي غادا تقدم، وكاين واحد مقترح قانون اللي غادي يتناقش، اللي غيتم التدارس ديالو اللي كيخص بالمعاشات، وبالتالي حنا بنفسنا في المجموعه النيابيه للتقدم والاشتراكيه كنتسائلوا على مآل ديال مقترحات قوانين قدمناها لهذه اللجنه، وما كانش هاد الاراده، وما كانش هاد المبادره ديال التفعيل، واش نعاودوا نقدموها من داو جديد، واش نعاودوا نبرمجوها، واش الحكومه بحضور الحكومه او في غيابها، في حين بان الماده واضحه ديال 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 الدستور، زعما الماده الفصل 82 بالضبط تيهضر
بانه تتقدم هذا وكتخصص واحد الجلسه شهريه. هذه الجلسه الشهريه المره الاولى، والنظام الداخلي ديال المجلس كياكد على المره الاولى بحضور الحكومه، والمره الثانيه يمكن ما تكونش الحكومه. وبالتالي حنا كنتسائلوا على المآل ديال واحد المجموعه ديال المقترحات القوانين، وما غاديش غادي نذكر غير جوج اللي عندهم علاقه بالاشغال ديال هذه اللجنه، وكنتمنى هذا النهج يمشيو عليه حتى رؤساء او المكاتب ديال اللجان الاخرى. كان الارامل الازواج، مسألة المساواة من المعاشات ديال الزوجات ديالهم اللي تيتبوفاو، وقدم له واحد المقترح قانوني كيبان لي مهم في هذه الظرفية، وربما ما كانش تجاوب ايجابي ديال الحكومة، وكنتمنى حتى هو يتعاود يتدرج، اللي كيتكلم على خلق واحد الإحداث واحد التعويض ديال البحث عن الشغل بالنسبة للخريجين الجدد، وبالتالي هذا يمكن له يخلق واحد الدينامية. أنا كنعطي غير مثال، واش غيعاودوا يتبرمجوا في إطار هذه الدينامية الجديدة؟ واش نكتافيو غير دابا والمآل من اللي غادي ندارسو ومن بعد؟ لان كاين توت ان بروسيسوس، كاين واحد المسطره كنتبعوها في اطار حتى نمشيو للمصادقه او عدم المصادقه على تكون اقتراحات القوانين. وبالتالي حتى انا كنتسائل ربما ندارسو ونقدمو مزيان، ولكن الا كان واضح لنا الرؤيه كانت واضحه غادي تشجعنا باش نقدمو مقترحات قوانين اكثر، وما تكونش المآل ديالها هو من بعد تحط في الرفوف وصافي. شكرا. طيب الاخوه اللي تكلموا على المقترحات التي قدمت او التي ستقدم مصيرها مآلها، السيد الرئيس انا اي قرار تخطو انا معه. مقترح ديالي انا الرئيس ديال اللجنه، سواء باستثناء الفتره ديال القانون الماليه، انا مستعد ان اتدارس كل اسبوع ندرسوا جوج او ثلاثه مقترحات القوانين، وللحكومه واسع النظر. لا اتفقت على هذه، انا ما عندي ثمانية صافي. الحكومه هذيك الساعه تجي تناقش ترفض شغل هذاك عند الاغلبيه ديالها، حاجه اللي ما بغاش تدوز راه كاين الاغلبيه، ونمشيو للمسطره. اما باش نخليو 250، انا عندي يعني قرابه دابا يعني اللي عندي هنايا عندي 30 مقترح قانون عندي في اللجنه، ما يمكنش، انا ما يمكنش نتحمل هذه المسؤوليه. أنا نجي ندرس، أنا ما عندي حتى شي مانع أن أتدارسه معكم، والقرار اللي بغيتوا تاخذوه ناخذه. واضحة هذه الصورة هذه بعدا باش من. طيب فيما يتعلق بحضور الحكومة، النظام الداخلي لا يشترط حضور الحكومة، وأنا طلبت من وزير المالية لكي يحضر معي اليوم. خليه ودي، لا ما كاين، ما عندي ما نخبي. قال لي أنا عندي الوقت باش نجي نحضر معك نقدم مشروع قانون. الوقت الاخر راني عندي التزامات اخرى، راني غير حيدت هذا الالتزام باش حتى ولات هذا الالتزام ديالو ديال الحضور لتقديم مشروع قانون، حتى هو ما بقاش عنده اليوم. فلذلك انا اللي عليا نهضر مع الحكومه باش تحضر لكي تتخذ موقفا، ولكن النظام الداخلي لا يشترط حضورها، فانا ما غادي نمشي مع القانون وما غاديش نمشي معها. فهذا هو الجواب على هذا الشيء اللي قلته. فكنتمنى انه الاخوان معايا في المكتب ديال اللجنه أنه برمجة بالتبع، بغيتوا بالتاريخ، بغيتوا بالمواضيع، نجمعوها ونناقشوها ونتخذوا فيها القرار المناسب وتاخذ المسطرة المجرى ديالها. المقترحات التي قدمت ما يمكنش نعاودوا نقدموها دابا، ولكن في المدرسة أنا تكلمت كل أسبوع نبرمجوا واحد العدد ونتوكلوا على الله. فعلى بركة الله نبداو. السي بلافريج، انا ما كان انا واضحه عندي الصوره، قلت نقدموا المقترحات وكاين موضوع سميتو د المعاشات. هذاك الموضوع د المعاشات انا ما نقولش للاخوان دابا، انت كتقول لي واش غيسحبوا ولاش ما غيسحبوش. انا قلت لك الراي ديال المكتب اللي فيه ممثلين د هذه الفروق، اللي فيه ممثلين د هذه الفروق، فاذا زعما باش الامور تكون واضحه. طيب كاين خمسة، لا كاين اللي تقدم، دابا حنا كاين عندي جوج المواضيع، تقديم المقترحات التي لم تقدم، صافي واضحة، ما قلتش غنميز هذه على هذه، وكاين ثانيا الموضوع الثاني يتعلق بموضوع المعاشات، صافي هذا واضحة الصورة عندي. اليوم واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 14
كاين اللي فيه غير ماده اللي عاد تعدل، كاين اللي فيه ماشي كله. حيت ما تفهموش المقترحات، المقترحات اللي كنقدموا السيدات السادة النواب راه اغلبهم فيهم تغيير وتسميم، يعني كيجي الماده باش كيعدلها وكيشرحها والسلام. فاذا بداو على بركه الله، عندنا مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون 781 متعلق بنزع الملكيه لاجل المنفعه العامه وباحتلال المؤقت. شكون صاحب هذا المقترح؟ العداله تفضل. ارجو نتفقوا على واحد المبدا، اذا جاء على خاطركم مادام عندنا 15 هل تكفي 5 دقائق الى 7 دقائق لتقديم المقترح؟ 5 5 على ابعد. صافي، اذا توكل على الله. سي لا، حيت لا هو كاينه وحده الموضوع، ولكن عند العداله وعند الاصاله وعند الحركه وعند التقدم نفس الفريق. لا نفس الفريق ما عندناش، لا عندنا ما يمكنش. التقاعد المعاشات عندك الحق. تفضل لكم الكلمه السيد سينوردي سي عبد الطيف. شكرا. اييه دابا حنايا سي شكرا رئيس الفريق طلب مني قال لي ودي حنا راه ما عندناش نسخ من الجواب ديال الاداره، هو عاد تدخل غير لوسيت غتلقاه، لان حنا في هذاك الشيء ديال هادشي ديال كورونا قال لك اسيدي ما نطبعوش هذا هو. فانا اعتذر، لكن راه عندكم في راه بعدا عند لا غير باش نكون واضح. لا مازال ما عطيتك الكلمه، راه كاينه عند الرئيس باقي ما عطيتش الكلمه. تفضل تفضل السيد الرئيس. شعل شعل قدام ده. اعتذر ما عنديش انا، حيت انا ماشي دابا الحكومه كتنسخ راه مشاو يطبعوا، مشاو يطبعوا على اساس نسخه لكل فريق. تفضل السيد الرئيس. حبسوش طفي يا استاذ. شحال شحال دونك حتى الا كان هذا الشيء ما يمكنوش نستعملوا الاوراق، الا كان على عندنا العدد وعندنا المقترحات غادي حنا غادي نسحبوا هندتنا وغادي نجيبوها. دابا لان الامر يتعلق ب 15 مقترح كما قلتي، اللي هي انا ما عرفتش كيفاش غادي نقدموا 15 مقترح بدقه واحده. ماذا تقترح السيد الرئيس؟ لا حنا ملي طلبت اللائحه ديال المقترح غتجي تصلوا دابا، هي توصلت بها من اداره الفريق، هما سحبوها وجابوها. غير هو ملي كيصدر البلاغ ديال الانعقاد ديال اللجنه، يصدر البلاغ فيه كل شيء، داك الشيء ديطاي، ماشي اللجنه غادي تعقد البلاغ ديالها وغادي تهدر. حنا ما توصلناش، على الاقل ملي كيجي المرء للاجتماع عنده فكره. دابا شنو كتقترح السيد الرئيس؟ ولو ان الامر يتعلق بالتقديم، لا لان الجواب ديال ان داك الشيء راه كاين في الانترنت هذا ماشي جواب. دابا شنو كتقترح؟ ماشي شنو كنقترح، انا اعقب على الجواب الذي تفضلت به باسم الاداره. هذا الجواب الذي تفضلت به باسم الاداره ماشي جواب. صافي ماشي جواب، هو ماشي جواب. ماذا تقترح؟ ماذا تقترح؟ يكون ديطايي داكشي اللي فيه، جاي اجتماع جدول الاعمال ديالو معروف ديطايي عندي. دابا ماذا تقترح؟ ماشي نجي اجتماع بجدول اعمال مبهم. دابا ماذا تقترح السيد الرئيس؟ اقتراحات باش ما يتكررش هذا الخطا السيد الرئيس. صافي وصلت الرساله. شكرا. تفضل السيد الرئيس. سيد النائب تفضل. شكرا السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة الأعضاء. هذا المقترح هذا الذي يقدمه أو يقترحه فريق العدالة والتنمية هو جاء في الحقيقة لمعالجة واحد الإشكال عويص تعاني منه البلد منذ عشرات السنوات، نقدروا نقولوا منذ الثمانينات للقرن الماضي، هو ديال تقدير الثمن ديال نزع الملكية. هاد التقدير ديال الثمن ديال نزع الملكيه والمساطر المرافقه لها بداء من الاعلان الى تقدير الثمن الجزافي الى وداك الثمن اللي كنعرفوا كيكون جد منخفض مقارنه مع الثمن ديال السوق، يؤدي الى تراكم كبير ديال الالاف ديال
الدعاوى القضائيه ضد الاداره العموميه وضد الجماعات الترابيه والمؤسسات العموميه، وفيه اشكال ديال حرمان المواطنين من الحقوق ديالهم ديال التصعويض عن داك العقار المنزوع ملكيته وفق الاسعار ديال السوق. حنا كنعرفوا بانه الاداره الضريبيه تفرض على المواطنين واحد الريفيرونسيال اللي كيحدد لها اللي كيحدد المواطنين داك الثمن ديال العقار في داك المنطقه المعينه شحال خصو يكون الى اخره، ولا كان اقل تصريح ديالو في البيع ديالو او في الهبه او الى اخره من المعاملات، كتكون المراجعه الثمن المرجعي ديال العقارات محدد من قبل وزاره الماليه، وكاين المحافظه العقاريه ايضا عندها الثمن المرجعي ديالها. الى المواطن باع اقل من داك الثمن هذا كتكون المراجعه الضريبيه، في حين انه ما كنطبقوش نفس القاعده على الاداره العموميه سواء كانت اداره ديال الدوله او الجماعات الترابيه والمؤسسات العموميه فيما يتعلق بنزع الملكيه، وهذا كما قلت يتسبب في الالاف او عشرات الالاف ديال الدعاوى القضائيه ضد الدوله. وهذا المشكل هذا اللي تطرح قبل سنه الى ذكرته السيد الرئيس في عند مناقشه القضيه الحجز على الاموال ديال الدوله والجماعات الترابيه، فالاشكال الاساسي الذي يؤدي الى الحجز على الاموال ديال الدوله والجماعات الترابيه هو الاشكال ديال عدم التقدير الصحيح ديال الاسعار ديال الاملاك المنزوعه ملكيتها من طرف الاداره العموميه. فبالتالي نقترح في هذا المقترح قانون في فريق العداله والتنميه انه لتطبيق تطبيقا لمبدا المساواه امام القانون وامام المساطر الماليه التي تنفذها الدوله على المواطنين، جعل اللجوء الى المنازعات هو الاستثناء، فبالتالي انه يكون تقدير ديال الثمن ديال نزع الملكيه وفق الاسعار المرجعيه المحدده من قبل الدوله نفسها، وهيدا غنحل المشكل العويص ديال المواطنين في نزاعه مع الاداره بشكل عام، ونعفي الاداره من عشرات الملايير من الدراهم ديال الاحكام التي تصدر ضدها سنويا، اللي وصلت دابا الان الى مئات الالاف من الاحكام ومئات الالاف من المنازعات. هذا هو الموضوع ديال هذا المقترح السيد الرئيس. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا على تلخيصكم في تقديم مقترح. المقترح الثاني يتعلق يقضي بتغيير وتسييم القانون 69/00 المتعلق بالمراقبه الماليه للدوله على المنشآت العامة وهيئات أخرى. قضيتم في الأول جوج دقائق ونص، نتمنى في نفس المنحة. تفضل سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. هذا المقترح الثاني الذي قدمه أيضا فريق العدل والتنمية يأتي الآن في سياق خاص بعد خطابين ملكيين متتاليين بما يحملان من 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 مضمون ثقيل يتعلق بإصلاح القطاع العام. والمقصود هنا هو هذا الكم الهائل ديال المؤسسات والمنشآت العمومية التي توجد داخل منظومتنا المؤسساتية، وطبعا تنفذ ثلثين الاستثمارات العمومية. وهنا يأتي هذا المقترح أولا من أجل ضبط حكامة التدبير ديال هذه المؤسسات العمومية والمقاولات والمنشآت العمومية، لا في القضيه ديال النجاعه ديال التدبير، لا قضيه الفعاليه، لا القضيه ديال التتبع والمواكبه ديال التدبير ديال الاستثمارات العموميه. وحنا الان نطلع في المواقع الالكترونيه السيد الرئيس والسيدات والساده الاعضاء ان الحكومه اعدت مشروع قانون يتعلق بالاشراف على المؤسسات والمقاولات العموميه، وهناك عشرات المؤسسات والمقاولات العموميه منها مؤسسات ومقاولات استراتيجيه مثل المكتب الشريف للفوسفات، مثل المكتب الوطني للمطارات، الخطوط الملكيه المغربيه، الموانئ المغرب، الوكالات المستقله لتوزيع الماء والكهرباء. فقلت هناك عشرات ديال المؤسسات والمقاولات العموميه اللي تحتاج الى اعاده النظر في طرق تدبيرها والى المراقبه يعني الفاعله والمراقبه الحقيقيه لطرق تدبيرها. فبالتالي نقترح في هذا يعني الورقه المعده من قبل فريق العداله والتنميه، اولا توسيع مجال رقابه الدوله لتشمل المراقبة السير ومراقبة فعالية الأداء، وهذا مهم جدا، لأن القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية فيه نقص كبير على هذا المستوى هذا، فهناك فقط مراقبة شكلية، مراقبة على الوثائق ومراقبة في عين المكان تقوم بها الهيئات المختصة ويقوم بها المجلس الأعلى للحسابات، لكن مراقبة السير لا توجد، مراقبة فعالية الأداء كان هذا واحد الفراغ كبير. الآن تبدو الحاجة إليه واضحة كما قلت بعد الخطابين الملكيين الساميين بما تضمنه تضمن هذا الخطابين من معطيات كبيرة جدا تهدف إلى إصلاح القطاع العام.
ايضا هناك مراقبه الصفقات المبرمه من قبل هذه المؤسسات والمقاولات العموميه، هناك اشكال في طريقه تدبير هذه الصفقات وفي النظام المطبق على هذه المؤسسات والمقاولات او المنشات العموميه. ايضا هناك مراقبه وتقييم طرق تدبير المحفظه الماليه للدوله، وهذا فيه اشكال كبير جدا. هناك بعض المؤسسات او بعض المقاولات العموميه لها عشرات او حتى مئات الفروع لفيليال، ولا احد يعرف اين تصرف هذه الاموال واين توظف هذه الاموال. بعضها يوظف اموال المتقاعدين او اموال المؤسسات العموميه الاخرى او اموال بعض الهيئات التي تقدم خدمات عموميه للمواطنين. لا احد يعرف كيف يتم تدبير هذه الاموال، كيف يتم تقييم تدبير المحفظه الماليه للدوله. كما قلت، ربما المشروع القانون الذي اعدته الحكومه قد يعالج بعض الاشكالات، ولكن فيه اشكالات حقيقيه لا طلعت عليه، وهذا لابد من الاشاره اليه الان. للاسف كنا نتمنى ان تاتي الحكومه، ان تاتي وزاره الماليه الى لجنه الماليه وتقدم تصور حول طريقه اصلاح القطاع العام. وهنا يعني كان من 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 الاجدى، كان من من الانسب ان يتم تقديم تصور عام امام لجنه الماليه حتى نكون على درايه بما تعتزم وزاره الماليه الاقدام عليه، لان لا يكفي ان تعد مشروع قانون ويتسرب الصحافه دون علم اعضاء لجنه الماليه بهذا، وهذا فيه اشكال في التدبير، اشكال في العلاقه ما بين لجنه الماليه ووزاره الماليه. نتمنى ان يتم تجاوز هذا الاشكال مستقبلا. ولكن على العموم هذا المقترح يحاول يعني معالجه عدد من الاختلالات او عدد من الاشكالات التي تعيق الفعالية ونجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، سواء كانت مؤسسات ومقاولات ذات طبيعة إدارية أو ذات طبيعة تجارية وصناعية أو ذات طبيعة مالية. وبالتالي نقترح أيضا إعداد الإلزام هذه المقاولات المنشآت بإعداد تقارير النجاعة وتقارير الأداء مثل ما هو الحال بالنسبة لإدارة الدولة، ثم إخضاع جميع المؤسسات والمقاولات الرئيسية للرقابة المالية للدولة ولمقتضيات هذا القانون. هذه هي أهم الخلاصات المتعلقة بهذا المقترح القانون الذي قدمناه السيد الرئيس، ونتمنى أن تتفاعل معه الحكومة حتى يكون هناك نقاش حقيقي ونقاش في العمق فيما يتعلق بإصلاح القطاع العام، اللي هو ورش كبير وكبير جدا. كما قلت، لأن هذه المؤسسات والمقاولات العمومية تتصرف في ثلثي الاستثمارات العمومية، يعني أكثر من 130 مليار درهم سنويا ديال الاستثمارات العمومية، وتوظف أو تشغل يد العاملة بمئات الآلاف إن لم نقل أكثر من ذلك أيضا، وتخلق دينامية اقتصادية ودينامية مالية على مستوى الوطني. فبالتالي مراقبتها والإشراف عليها بشكل ناجع وضبط تدبير محفظتها المالية أو استثماراتها أو ديونها سيصب في تخفيف العبء على الميزانية الدولة، وتخفيف العبء على 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 القطاعات الحكومية التي تشرف عليها، وعلى الاستثمار العمومي الذي يمكن أن يوجه إلى طرق إلى مجالات أخرى أكثر فعالية. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد النائب. قضيتم 5:30. شنو قلتي حنان؟ لا ريجي إذا سمحتوا، كاين البث؟ السيدة النائبة قالت لي بأن الصحافة كتصل بها كتقول لهم بأنه ما كاينش الصوت في البث اللي كاين، ما كاينش الصوت. إذا سمحتم باش يكون الصوت، إذا سمحتم أن تعالجوا هذا الموضوع. المقترح الثالث صافي أوجه الكلمة للسيد النائب الممثل فريق العدالة والتنمية لتقديم مقترح قانون يقضي بتغيير وتسميم الظهير الشريف رقم 59269 بشأن التفتيش العام للمالية. تفضل السيد النائب. السيد الرئيس السيد رئيس الأزمي. لا بغيتو نديرو فيه وحدة الموضوع، ما عندنا مانع. من بعد منك يتكلم سي حداد. السي احمد شكون اللي سبق؟ يلا سير تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، لا احد يمكن ان يجهل الدور الكبير الذي تقوم به
قامت به وتقوم به مؤسسات المفتشية العامة المالية التي لها دور كبير بطبيعة الحال إلى جانب السيد وزير المالية فيما يتعلق بالتفتيش والافتحاص المالي، ولكن بالأساس فيما يتعلق بالتدبير العمومي. إذا سمحت يا سي إدريس، سي عبد الطيف بنروح يدير الكمامة وانت حيدة باش نسمعوك مزيان. حيدة صافي. هو يديرها. إذا أنا تنحيد الكمامة بناء على الترخيص من السيد الرئيس. لا هذا ما انا ما قدرتش، هذا الترخيص ديال الاحتراز ملي كاين المسافه واللي قريب لك دير الكمامه. السيد الرئيس هو طبيب بالمناسبه. مرحبا. دونك عندك قلت المفتشيه العامه الماليه لها دور كبير فيما يتعلق بالتفتيش والافتحاص المالي والسهر على حسن تدبير الماليه العموميه في شقها المتعلق بالنفقات والموارد، ولها دور كبير فيما يتعلق باقتراح توصيات على مختلف الوزارات ومختلف المؤسسات العمومية لتحسين التدبير العمومي. هذا مقترح القانون الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية يهدف إلى تحيين وتوسيع وتأطير طريقة تدخل المفتشية العامة للمالية بالنظر للمقتضيات الدستورية والقانونية الجديدة. نعلم جميعا أن القانون المنظم لهذه المؤسسة هو قانون بتاريخ 1960 ولم يطرأ عليه تعديل إلى حدود الآن. الهدف من مقترح القانون أولا توسيع مجال التفتيش بحيث لا يرتكز فقط على الجانب ديال التفتيش بالمعنى الضيق، ولكن يرقى إلى مجال تقييم البرامج العمومية، ونحن نعلم أننا في حاجة إلى تقييم إلى مجموعة من البرامج سواء القطاعية أو العمومية بشكل عام. ثم إذا كاين الجانب ديال التوسيع من التفتيش يبقى، ولكن إلى جانب تفتيش تقييم البرامج العمومية من أجل الرفع من فعالية ونجاعات البرامج العمومية. ثم التأطير ديال طريقة إعداد البرامج السنوية للتفتيش، ثم تأطير المسطرة التواجهية، ثم الاهتمام بالجانب ديال التعريف بتقارير التفتيشية العامة للمالية. إذن هناك كما قلت شق ديال التقييم ديال البرامج العمومية، هذا في الجانب ديال التوسيع. الجانب الثاني هو التأطير ديال المسطرة التواجهية بحيث تكون مؤطرة بالطريقة المسطرة كما ينبغي أن تتم. ثم الأجال التي ينبغي أن تعطى للهيئات والمؤسسات العمومية التي تم تفتيشها من أجل يعني التبليغ بأجوبتها والوثائق الثبوتية خلال أجل معين. ثم كذلك الأجل الذي يعطى للمفتشية العامة للمالية للأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والإثباتات الواردة في هذه التقارير والوثائق الثبوتية. ثم آخر أجل يعني إعداد وتهيئة التقرير النهائي الذي ينبغي أن لا يبقى حبيس الإدارة العمومية، وأن يتوصل به رئيس الحكومة وأن يتوصل به الوزراء المعنيون، لأن الهدف من العملية التفتيش والافتحاص وهو اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ وتتبع التوصيات المتضمنة في هذا التقرير. النقطة الثالثة تتعلق ببرنامج التفتيش السنوي اللي هو كما يعلم الجميع اليوم يتم إعداده بطريقة إدارية على مستوى وزارة المالية. المقترح يتضمن أن يتم هذا البرنامج ديال الإعداد ديال البرنامج التفتيش السنوي بالإدماج ديال الاقتراحات التي يطلبها رئيس الحكومة، بإدماج المقترحات التي يطلبها الوزراء، ثم أن يتم التعريف ببرنامج أشغال التفتيش السنوي والافتحاص السنوي على المستوى ديال رئاسة الحكومة والوزراء، أولاً ضماناً للشفافية، وثانيا حتى يكون هناك منهجيه مضبوطه لاعداد البرنامج السنوي ولا تكون هناك انتقائيه بكل وضوح. النقطه الرابعه وما قبل الاخيره
هو المواكبه ديال المفتشيه العامه الماليه المواكبه للجهويه، وبالتالي يقترح القانون ان تكون المفتشيه العامه على المستوى المركزي، ولكن ان تكون هناك مفتشيات جهويه لتواكب تنزيل الجهويه المتقدمه. النقطه الاخيره وهو ان تقارير المفتشيه العامه بناء على البرمجه السنويه التي يعرف بها ان يتم تضمين الانشطه ديال المفتشيه العامه في تقرير سنوي يتضمن التوصيات، وان يتم توجيه هذا التقرير الى رئيس الحكومه وان ينشر بالجريده الرسميه. شكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا سيد الرئيس. سيد نائب على تقديمكم مقترح، قضيتم اربع دقائق ونصف. الكلمه للسيد احمد حول المقترح الاول اللي يتعلق بتغيير وتسميم الدائر الشريف رقم 51299 بشان التفتيش العام الماليه. سي احمد التومي عن فريق الاستقلالي، نفس حول نفس الموضوع. تفضل سيد النائب. شعل سيد احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس. باسم الفريق الاستقلالي يشرفني ان اتقدم بتقديم هذا المقترح الذي يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 51269 بشان التفتيش العام للماليه. السيد الرئيس ترجع الاختلالات التي تعرفها الماليه العموميه وتدبير الشان العام بالاساس الى ضعف الرقابه على ماليه الدوله كما ظهر بشكل صارخ في النتائج التي افضت اليها كل من المفتشيه العامه للماليه والمفتشيه العامه للداخليه بشان مشاريع برنامج الحسيمه مناره المتوسط، وكذلك بتعليمات من جلاله الملك محمد السادس الذي لطالما اكد ان حمايه المال العام من التسيب والتلاعب والنهب والسرقه يقتضي تعزيز انظمه المراقبه وتقويه مركزها ودورها حتى تقوم بالمهام المنوطه بها على الوجه المطلوب، بما يضمن تدبير السياسات العمومية على أساس مبادئ الحكامة الجيدة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة انسجاما مع أحكام الدستور وتوجهاته واختياراته، كما عبر عن ذلك جلالة الملك في خطاب افتتاح السنة التشريعية الجارية عندما اعتبر جلالته أن الاختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام ليست قدرا محتوما، كما أن تجاوزها ليس أمرا مستحيلا إذا ما توفرت الإرادة الصادقة وحسن استثمار الوسائل المتاحة، انتهى كلام صاحب الجلالة. ومن أجل هذا قرر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أن يتقدم بتعديلات على القانون المنظم للتفتيش العام للمالية تتلخص في النقاط التالية: أولاً، جعل المفتشية العامة للمالية تحت سلطة رئيس الحكومة باعتباره رئيس سلطة تنفيذية بدل وزير المالية. ثانياً، توسيع مجال التحقيق ليشمل الغرف المهنية والمؤسسات شبه العمومية والجمعيات والهيئات التي تستفيد من التمويل العمومي والشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية أسهماً. ثالثاً، إسناد توقيع المأموريات التي تناط بمفتشي المالية إلى رئيس الحكومة. رابعاً، يرفع المفتش العام التقارير إلى رئيس الحكومة وإلى الوزير تابعة له المصالح التي خضعت إلى التحقيق وإلى الوزير المكلف بالمالية، وعلى الوزير الأول وعلى رئيس الحكومة أن يحيل التقرير بمجرد التوصل به إلى المجلس الأعلى للحسابات الذي يتعين عليه البت في القضايا المطروحة عليه في سنتين. خامساً، خضوع كل من المصالح والقطاعات المذكورة أعلاه إلى افتحاص دوري كل ثلاث سنوات. سيد الرئيس، مقترح القانون فيه واحد العشرة ديال المواد يعني سهلة، فيها مواد تغير الظاهر وفيها مواد إضافية، وعلى هذا الأساس يعين المفتش العام للمالية بظاهر شريف. شكرا سيد الرئيس، شكرا السادة النواب على حسن انتباهكم. شكرا جزيلا. أنا بدأت كتبان لي بعض الأفكار اللي خصني نديروها في التقديم، كاينه مقترحات اللي كتكون يعني متطابقة يمكن نمشيو فيها بعيد إن شاء الله. الدفعة الثانية، دائما كان عندي مقترح قانون
بتغيير وتصميم قانون 1171 محدث بمجرم النعاشات المدنية، ومقترح قانون بتغيير وتصميم قانون 1371 محدث بمجرم نظام المعاشات العسكرية. هادو جوج كنطلب من ممثل الفريق العدالة والتنمية أن يقدمهم. نفس الأمر بالنسبة للفريق الحركي، عنده مقترح قانون يقضي بتغيير وتصميم القانون 1171 محدث بموجبه نظام المعاشات المدنية. فإذا الأولى للفريق العدالة والتنمية، ثم نسيت عفوا، ثم الفريق الاستقلال الوحدة والتعادلية عنده مقترح قانون بتغيير المادة 34 من القانون 1171 يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية كما تم تغييره وتسمينه. فإذا عندنا ثلاثة المقترحات في نفس الموضوع. إذا الفريق العدالة والتنمية، الفريق الاستقلالي والفريق الحركي. الفريق العدالة والتنمية، من يقدم المقترحين؟ معاشات. تفضل السيد الرئيس. مصطفى الإبراهيم. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. فريق العدالة والتنمية تقدم بأربعة ديال المقترحات فيما يتعلق. لا، ثلاثة عفوا. أنا كيفاش؟ كاينة إحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، هذا خليه آخرو. قدم دابا نظام المعاشات المدنية والعسكرية. ولكن عندنا أربعة ديال الصناديق، يعني مقتضى واحد. ثلاثة، قدمهم ثلاثة، ما كاين مشكل. هادشي اللي بغيت نقول. لا تفضل. لا، حيت كاينة وحدة الموضوع مع الفريق الاستقلالي ومع الفريق الحركي فيما يتعلق بالمعاشات المدنية فقط. هذا علاش أنا بغيت السيدة قدرتي كل واحد تقدمه بوحده مزيان، ما قدرتيش تقدمهم بثلاثة ومن بعد نعطيهم. أنا غير تفادي التكرار، غير نعاود نفس الكلام. صافي، تفضل سيد النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس، سيدات والسادة النواب، سيدات والسادة الأطر ورجال الإعلام. هو في الحقيقة هذا النظام ديال الحماية الاجتماعية يعني يكتسي واحد طابع حيوي، ولا أدل على ذلك يعني الخطب الملكية التي تركز على الجانب الاجتماعي وخاصة ما يتعلق بالحماية الاجتماعية. وكان الخطاب اللي افتتح به صاحب الجلالة الدورة الحالية لمجلسي النواب والمستشارين تحدث عن التقاعد لخمسة ملايين من النشطاء الذين لا يستفيدون من أي تعاقد. الحق المقتضيات اللي أتى بهم فريق العدالة والتنمية هو لسد واحد مجموعة من الثغرات في الأنظمة اللي موجودة حاليا. الآن عندنا أربعة ديال الصناديق، وهذا نقطة ضعف ديال هاد المنظومة، وعندنا أكثر من أربعة ديال الأنظمة، بمعنى أن حتى داخل الصندوق الواحد كنلقاو نظامين أو أكثر، لأن الأغلب ديال الأنظمة يعني ترتكز على عدد السنوات ديال الأقدمية باش تعطي التقاعد. فالآن كاين نظام جديد اللي يرتكز على النقط ماشي على عدد السنوات. هذا واحد النظام جديد اللي غادي يدخل للسي ان اس اس. الصناديق اللي عندنا هما السي ان اس اس، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق المغربي للتقاعد، والار سي اي ار، وطبعا المعاشات العسكريه. فالمقتضيات اللي زدناها احنا في هاد القوانين يعني بربعه، هو اولا لما نتحدث عن الاطفال بمعنى المستفيدين، زدنا الاطفال المتكفل بهم، وليس فقط يعني الاطفال البيولوجيين ديال اللي كيكونوا من صلب المؤمن بالنسبه للتقاعد. ثم كاين واحد فيما يتعلق ما بين التغطيه الصحيه والتقاعد، هناك فرق فيما يتعلق بهذوك اللي كيتسموا لي كريتير ديكسكلوزيون، هذوك المعايير ديال الاقصاء، منها مثلا الزواج ولا الطفل ملي كيبلغ السن ديال 21 فما كيبقاش يستافد. فكنلقاو في التغطيه الصحيه كنوصلوا حتى 26 سنه، في الوقت اللي كنلقاو التقاعد فقط 21 سنه، باش هاد التشريعات اللي عندنا حنايا على الاقل يعني يكون عندهم نفس المنطق. فهذا هو المقتضيات اللي جا بها الاربعه ديال القوانين، باش من لان كل واحد غادي نبقى نقول لك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى اخره. فهو نفس الشيء، اولا اضافه بالنسبه لان يكون اليتيم ولدا شرعيا او متكفل به بامر قضائي، هذا راه عنده القرار ديال القاضي بانه راه متكفل به، فيعني يستفيد على غرار باقي الاطفال اللي كيكونوا بيولوجيين.
ثم الرفع من سن الاستفادة من سن 16 إلى سن 26 فيما يتعلق بالنسبة للأطفال اللي كيكونوا الذين يتابعون دراساتهم، من طبيعة الحال بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة كيكون مدى الحياة. سيد الرئيس شكرا جزيلا. غير هذه السؤالة السيدة النائبة، أيه عرفتوا على السؤالة صح، كل شيء عرفك علاش غتسولي. أنا ما عرفتش. خمم وغتعرف. شكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا سيد الرئيس مصطفى الإبراهيمي. الكلمة للفريق الاستقلالي، فريق الاستقلالي لتقديم مقترح قانون بتغيير المادة 34 من القانون رقم 1171 يحدث بموجب نظام لرواتب التقاعد المدنية كما تم تغييره وتسميمه. السلام عليكم. سيدة النائبة تفضلي. شكرا سيد الرئيس، زميلتي زملائي سيدة والسادة النواب، سادة الأطر، سادة رجال الصحافة. قلت هاد التفاعل مع الخطابات جلالة الملك وحرصا منا من فريق الاستقلال الوحدة والتعادل بمجلس النواب على تحسين السياسات العمومية الموجهة للفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة ومعالجة أوضاعهم الهشة، بادرنا في الفريق الاستقلال الوحدة والتعادل لتقديم مقترح قانون مقترح قانون يرمي إلى معالجة الوضعية الاجتماعية التي تتمثل في تمكين الأيتام الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل من اكتساب الحق في الراتب المعاش في حالة متابعتهم للدراسة بدون تحديد السن وفي حالة الزواج، خلافا لما هو منصوص عليه في القانون المحدث بموجب نظام رواتب التقاعد المدنية، وذلك لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة اللي هي فئة مس الحاجة لهذا التقاعد، كذلك حتى باش ما تضلش عرضة للضياع وتشرد الحرمان من حقوقها الدستورية وفي تمتع بمقومات العيش الكريم. قلت أنه هذا القانون يرمي إلى تعديل الفصل 34 من القانون 011-71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 30 دجنبر 1971 يحدث بموجبه نظام رواتب تقاعد المدنية كما تم تغييره وتتميمه على الشكل التالي: يتوقف اكتساب حق في الراتب الأيتام على الشرطين الآتيين: أن يكون الولد شرعياً، أن لا يكون متزوجاً أو بالغاً من العمر أكثر من 18 سنة، غير أن هذا الحد في السن يرفع إلى 21 سنة فيما يرجع للأولاد الذين يتابعون دراستهم. قلنا بأنه لا تنطبق هذه الشروط حد السن أو عدم الزواج المشار إليهما في الفقرة السابقة على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزاً تاماً ومطلقاً عن العمل، وذلك طيلة مدة هذه الإعاقة، اللهم إلا كان غادي يبرى منها. دونك حنايا في الفريق الاستقلالي كنقترحوا تعديل هذا الفصل 34 من القانون اللي غيخول هاد الاشخاص او هاد الاطفال او الابناء اليتامى اللي توفى الوالدين ديالهم اللي كيعانيوا مع عاهات او اعاقه او ذوي الاحتياجات الخاصه من الاستفاده من هاد التقاعد بدون تحديد السن، وكذلك في حاله الزواج فانه غير مقبول. هنا غنفسر على الزواج، لان هاد الشخص هاد السيده او هاد السيد اللي كيعاني من اعاقه ولقى واحد الشخص اللي شارك معه الحياه، ما يمكنش نحرموهم داك المبلغ اللي هو في حدود 600 حتى 1000 درهم، زعما ماشي حاجه كبيره اللي غادي تكلف عبء مالي الحكومه. فلهذا نلتمس ان هذا مشروع قانون يخرج حيز الوجود ويلقى صيت لما فيه من فائده اجتماعيه وانسانيه لهذه الفئه اللي فعلا كتعاني. وشكرا. تعديل مقبول. شكرا. شكرا. صافي هذا. لا، لأن الشيء اللي قدم السيد الرئيس، لا حتى التعديل، لا داك الشيء اللي قدم السي مصطفى السيد الرئيس ولا اللي قدمت يتكامل السيده النائبه، زعما كيبان زعما الامور. الكلمه للفريق الحركي لتقديم مقترح قانون يقضي بتغيير وتسميم القانون 011-71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنيه. سيدة النائبة لغيتا. شكرا سيد الرئيس، سيدات والسادة النواب، سيدات والسادة الأطر، السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لنا جينا بمقترح قانون من أجل تعديل فصلين 35 و37 من القانون رقم 1171 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، حيث بمقتضى النص الحالي يتم الاقتطاع من أجرة المرأة الموظفة من أجل المعاش،
لكن في حالة وفاتها فإن أبنائها لا يستفيدون مما اقتطع لها على خلاف الأب المتوفى. وكما هو معلوم فمستحقات الموظف الرجل تصرف في حالة وفاته للأرملة والأولاد مباشرة والأبوين في حالة ما إذا كان يعولهما، خلافا للموظفة المتوفاة التي يقتصر الأمر على صرف رصيد الوفاة لفائدة ذوي الحقوق وليس من خلال معاش شهري مستمر على غرار ما هو منصوص عليه بالنسبة للرجل الموظف في حالة وفاته، حيث تؤجل استفادة الزوج إلى حين بلوغ سن التقاعد المعمول به قانونا، ويحرم أبناؤها اليتامى وأبويها من هذا الحق كليا بمبرر أن المرأة غير مكفلة بالإنفاق على أسرتها، إذ يتجاهل القانون المبالغ المقتطعة للمرأة والتي تتساوى مع ما يقتطع من راتب الرجل. والأصل أن التعامل مع هذه الاقتطاعات يجب أن يتم بنسق واحد وموحد لما فيه مصلحة الملزمين وذوي الحقوق، مما يشكل مخالفة لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية. حنا تنوجدوا بعض العائلات من تتوفى تيكون الأب توفى من قبل وتوفت الأم، تيوليو يعيشون في حالة يرثى لها، والأيتام تيضيعوا وتيتشردوا لأنه ذاك الاقتطاعات ما استفدوش فيها في الوقت، لأن أمهم مدة 30 عام ولا 20 عام وهي يقتطع لها من الأجرة ديالها لهذا الشيء. إذا حنا دابا تنعرفوا جميع أغلبية ديال الأسر تيتعاونوا الرجل والمرأة تيتعاونوا بيناتهم باش يقدروا يعيشوا ولادهم ويقريوهم مزيان. إذا ولا حرمنا هاد الأبناء من ذاك الاقتطاعات، إذا تنضربوا في الصميم في هاد المساواة ما بين الموظف والموظفة. إذا الفصل 35 تنقلوا بأنه يخولوا أيتام الموظف أو الموظفة بجوجهم 50% من ولا أحد الوالدين، بالتالي ويضاف عند الاقتضاء نصف معاش الزمان الذي كان يستفيد منه أو كان من الممكن أن يستفيد من أحدهما أو هما معا. إذا الفصل 35 كله رجع تنهضروا على الموظف والموظفة، ما بقيناش تنهضروا على الموظف بوحديته. الفصل 37 إذا توفيت موظفة أو مستخدمة استحق زوجها عنها إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل 32 معاشا قدره 50% من معاش الذي كان يصرف له الحق في حصول عليه يوم وفاتها، مضافا إليه نصف معاش الزمانة، مع نسخ الفقرة الثانية والثالثة من الفصل 37، ثم وينقطع صرف المعاش مستحق للزوج على زوجته المتوفاة إذا تزوج بعد وفاتها أو سقط حقه فيه. ولا يمكن للزوج الذي فقد أكثر من زوجة موظفة مدنية كانت أو عسكرية أن يطالب إلا بمعاش الأكثر على الأرملة. وشكرا. شكرا جزيلا. التعديل طبعا مقبول. لا التوحيد ولا 34 ولا 35 و 37 زعما التعديلات اللي هي زعما موضوعية و هنا أنا خليني غير معكم. لا التعديلات معقولة مقبولة، أنا غير نجيبوها إن شاء الله وديك الساعة ندافعوا عليه. إذن نمر إلى مقترح قانون فريق الأصالة والمعاصرة لتقديم مقترح قانون يتعلق بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب. أحد السيدات والسادة من فريق الأصالة والمعاصرة، تفضلي السيدة النائبة. شكرا السيد الرئيس، الإخوة والأخوات الزملاء والزميلات. طبعا الفريق عنده يعني عنده رأيه في الموضوع وعنده القوانين اللي هو تبناها فيما قبل، ولكن يعني القانون اليوم اللي كيتقدم هو قانون تقدمت به السيدة النائبة المحترمة، وهذا حقها طبعا، وبالتالي هي كتقدمه بصفة شخصية والفريق اللي يتبناه. شكرا. الأصالة والمعاصرة. شكرا. من ناحية الدستورية، من ناحية القانون التنظيمي وكذلك النظام الداخلي لمجلس النواب، لا من حيث التشريع ولا من حيث الرقابة، هناك قرارات للمجلس الدستوري وللمحكمة الدستورية لاحقا أنه لا من حيث الرقابة ولا من حيث التشريع
من حق أي نائب أو نائبة أن يتقدم. نحن يعني بسطنا عدد من القواعد ديال الشغال غير اقتصارا للوقت، فنقدم مقترحات باسم رئيس الفريق أو نقدم الأسئلة كذلك بأسماء رؤساء الفرق، ولكن هذا حق دستوري. ولكن الملاحظة ديال السيدة النائبة يعني سمعناها. تفضلي السيدة النائبة ابتسام العزاوي. شكرا السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمون، في إطار صلاحيات المخولة لي كنائبة برلمانية في إطار صلاحيات الدستورية طبعا، أتشرف بالتقدم إليكم لتقديم مقترح قانون لإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب. صراحة هذا الموضوع هذا ما كيحتاج حتى تقديم، لأنه موضوع واضح جدا ومعروف عندنا جميع، وهذا الموضوع هذا خدا أكثر من الحجم ديالو وخدا واحد الحيز كبير من النقاش، لا داخل قبة البرلمان ولا في الإعلام ولا في وسائل التواصل الاجتماعي. وأتمنى يعني السيد الرئيس التقديم الذي قدمتموه بخصوص خلاصات نقاشات مكتب اللجنة واللي هي معقولة طبعا، وأتمنى يعني أن هذا المقترح القانوني يكون يعني كمقترح قانون جماعي، ونوضعوا واحد نغلقوا هذا الملف هذا بشكل نهائي ونوضعوا حل حقيقي لهذا الموضوع هذا، لأن المهمة البرلمانية هي واحد مهمة انتدابية نبيلة جدا، هي مهمة لمحددة في الزمان والمكان، وبالتالي جميع التعويضات اللي كترتبط بأداء المهمة البرلمانية خاصة كذلك تكون محددة في الزمان وفي المكان. الربح من هذا المقترح القانون ماشي ربح مادي، هذا الشيء اللي كتعطيه الدولة في يعني في صندوق تقاعد البرلمانيين ماشي ولا خلينا نصلحوا لا التعليم ولا الصحة ولا نحل نوضعوا حل الشوماج ديال الشابات والشباب ولا أننا نوصلوا للمال الدواور ولا ولا ولا، ولكن عنده واحد ربح سياسي، لأن اليوم كاينة أزمة ديال الثقة، عنده ربح سياسي لأننا غنساهموا في أننا نرجعوا النبل ورجعوا الثقة في العمل البرلماني والعمل الحزبي والعمل السياسي في بلادنا، وخصوصا في صفوف الشابات والشباب، وكاين خصص كبير في هذا المجال. أنا كنعتبر أن هذا الربح هذا خاصنا نكسبوا هذا الرهان هذا. كاين موظفين اللي كيضربوا تمارا كحلة في الوظيفة العمومية، يمكن يدوز 20 25 30 عام وما يوصلوا في المعاش 40,000 مقدمة يقدر يخلص بها لا كرا لا ثمن العلاج لا المرض لا الموت لا ولا ولا حتى حاجة من الأساسيات ومن الحاجيات ديالو. ماشي معقول أني كنائبة برلمانية شابة أني نسالي الولاية ديالي وأنا شابة ونتقاضى مباشرة بعد نهاية الولاية 5,000 درهم شهريا معفاة من الضرائب ومدى الحياة. ماشي معقول، ماشي معقول أن الدولة تساهم من المال العام في صندوق تقاعد النواب والنائبات البرلمانيين، وكنتمنوا مضامين الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من هذه السنة التشريعية، واللي تضمن عدد من الأوراش المهمة اللي كتتعلق بالشكل الاجتماعي. وفي الخطاب الملكي ورد ما يلي: توسيع الانخراط في نظام التقاعد لحوالي 5 ملايين من المغاربة الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من معاش. هذا ورش مهم جدا وكيتسناوه المغاربة وكيتسناونا باش ننجزوه. إصلاح منظومة ديال التقاعد اللي كان دار في الحكومة السابقة واللي كان قاصح بزاف، تزاد في سن التقاعد وتزاد في الاقتطاعات وما كانش كافي. هذه عامين ورئيس المجلس الأعلى للحسابات كيقول لنا أتونسيون 2028 اللي هي غدا غادي يدير صندوق التقاعد غادي يدير فايت، غادي يدير الإفلاس. شنو غادي يكون مصير هاد المتقاعدين؟ شنو غادي يكون مصير هاد الموظفين؟ راه كاين مشكل حقيقي. ثم أن المعاش التكميلي هذا حق مشروع، سواء كان الواحد لا كنائب برلماني ولا كمواطن، وكاين عروض ديال التأمينات الخاصة ممكن أنك هو برلماني نمشيو نديرو في إطار كاقتطاع شخصي من التعويضات ديالنا الشخصية ونمشيو نديرو معاش تكميلي ما كتساهمش فيه الدولة. ماشي معقول أن الدولة تساهم ولو بدرهم واحد في صندوق تقاعد البرلمانيين. كنعتبر كيف ما قلت أن هذه إشارة سياسية قوية جدا، وغادي تخلينا أننا نرجعوا المكانة الاعتبارية والاحترام والنبل للعمل البرلماني. يعني نتمنى ان هذا الموضوع هذا يحقق الاجماع الحقيقي، لان الحل الحقيقي وراه هذا هو المعقول، من غير هذه الشراعات نخربوا. الحل هو التصفيه والالغاء، اي حل اخر او محاوله يعني الاجتهاد في شي صيغه ديال الاصلاح ولا هذا، هذيك راه غير تنطولوا يعني في هذا الموضوع هذا، وكنزيدوا يعني نستنفدوا من الموارد ديال الدوله، في حين ان هنالك كاين حاجيات وكاين اولويات اللي كتعلق بالصحه واللي كتعلق بالتعليم واللي كتعلق المواضيع الاساسيه اللي كيتسناونا فيها المواطنات والمواطنين. وانا على استعداد تام الى سحب هذا المقترح القانون اذا كان هنالك اجماع داخل مكونات المجلس من اجل الغاء وتصفيه تصفيه صندوق معاشات البرلمانيين. شكرا.
شكرا السيدة النائبة ابتسام، قضيتم 4 دقائق و20 ثانية. المقترح الثاني لفريق الأصالة والمعاصرة يتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بكيفيات انعقاد الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية. تفضل أحد السيدة والسادة النواب. تفضل سي عبد الواحد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يتعلق الأمر بمقترح قانون يسن أحكام خاصة تتعلق بكيفيات انعقاد الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤوليات المحدودة من خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية. كما كتعرفوا كما كيعرف الجميع على أنه هناك مساطر وتدابير يحتمها القانون على واحد مجموعة ديال الشركات واحد النوع ديال الشركات أن تنعقد في إطار اجتماعات، وذلك لسن واحد المجموعة ديال الأمور اللي كتطلبها المقتضيات والتنظيمات القانونية ديال الشركات ذات المسؤولية المحدودة. ويتعلق الأمر من خلال كما كتعرفوا سن بلادنا حالة إعلان الطوارئ الصحية بلادنا، كيتعلق الأمر بمنع الاجتماعات والتجمعات، مما يجعل هذه المهمة ديال عمل الشركة يعني في عين المستحيل. ويتعلق الأمر فيما يخص التدابير التي يجب تأخذ المسيرين في إطار المصادقة على داخل أجل 6 شهور من تاريخ اختتام السنة المحاسبية لكي يتزامن مع سريان مفعول ديال حالة الطوارئ الصحية اختتام ديال التسيير، وذلك عمل واحد المقتضيات المادة 70 من وما يليها من القانون 65 اللي يتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصصة. وبأن المادة واحد أن المادة 71 من القانون 65 تستثني إمكانية اتخاذ القرارات المشار إليها على عن طريق الاستشارة الكتابية ولا التعفي من عقد الجمع العامة الحضورية، ومن أجل تمكين هذه الشركات باش تكون توفي بالمضامين القانونية ديالها وفي إطار أزيد من، وكما كتعرفوا النسيج الاقتصادي ديال بلادنا كيتوفر على أكثر من 97% من نوع من هذا النوع ديال هذه الشركات اللي كيتعذر عليها الاستجابة لهذا المقتضى القانوني. وبالتالي والوفاء وبالتالي كيتقدم الفريق الأصالة والمعاصرة مجلس النواب بهذه المبادرة التشريعية لإقرار المرونة والسلاسة اللازمتين في تدوير الفترة الحرجة التي تعاني منها المقاولات بلادية من خلال تمكين الشركات ذات المسؤولية المحدودة في اتخاذ القرارات المشار إليها لا عن طريق الاستشارة الكتابية استثناء خاصة في هذه الفترة ديال الطوارئ. هو مقترح القانون فيه مادتين، وكما قلت لكم استثناء المادة الأولى تستثنى من أحكام المادة 81 من القانون 95 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصصة الصادر بتنفيذ بنفيه واحد المجموعة داير الشريف. لما وقع تغييره وتسميمه يمكن للجمعية العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة اتخاذ القرارات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 70 باستشارة كتابية للشركاء وفق المسطرة والأجل المحددة بالنظام الأساسي للشركة. هذا فيما يخص المادة الأولى. المادة الثانية من طبيعة الحال كيدخل هذا القانون حيز التنفيذ بمجرد مقترح قانون مجرد ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا سي عبد الواحد على تقديمكم لهذا المقترح، نفس المقترح للسيدين النائبين مصطفى الشناوي وعمر بلافريش، يتعلق بمقترح قانون حول إمكانية انعقاد الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية. تفضل سيد النائب. السيد الرئيس ما فهمش وعلاش بغيتيني نقدم انا دابا هذا ياك بناء على وحدة الموضوع. وديك الساعة علاش ما وحدة الموضوع في المعاشات البرلمانيين ما طبقتهاش؟ لا عندك الحق. لا انا السيد لا عندك الحق غير هذاك غير هذاك كان اول مره تطرح صحيح عندك الحق. نكمل السيد الرئيس نيت جالتيني نطرح واحد نقطه نظام كنت باغي كنتسنى حتى المداخله ونقولها. ما فهمتش انا التقديم ترتيب ديال المداخلات كي درتيوها اليوم ما فهمتش حقيقه، وهذا الشيء كيجعل عاوتاني ما تكونش الثقه ما بعضياتنا. واش علاش ما درتيوش انا نكمل الجمله ديالي باش تفهم مزيان الرساله. اتفقتيو حبت الفكره بانها يتقدموا المقترحات قوانين كلها خصهم يترتبوا على حسب الاحاله على المجلس ماشي فريق بفريق. شنو المعنى؟
كاين اللي تحط في 2017 كاين اللي تحط في 2018 كاين الاغلبيه تحطات في 2020 كتقدم قبل هذيك. هذه من جهه. الجهه الثانيه مره كتطبقوا وحده الموضوع مره ما كتطبقوش ما بقيت فاهم حتى شي حاجه. خلي يبقى دابا مشيتوا على هذه السلسله ديال كل فريق فريق كملوا حتى توصلوا لنوبتنا حنا الاخرين ما كاين حتى مشكل. لا ماشي هذا اللي درنا دابا ملي وصلنا حين اثار السيدات والساده النوب وحده الموضوع في الموضوع الثالث بديناها. قدموا الفريق العداله والتنميه ثلاثه قدم فريق استقلالي قدمنا واحد واحد بعد ثلاثه من بعد مشينا في وحده الموضوع. السيد الرئيس ما عندي حتى شي خلفيه استاذ باش انت تمشي تقرا هذه القراءه. لا ولا ما عندي حتى خلفيه. بغيتي تبقى حتى الاخر خليك حتى الاخر صافي انتهى الموضوع. اسمح لي يا سيد الرئيس واطرح عليك السؤال. لا باش جبتي دابا لا صافي ما بغيتيش. لا كتقول ما كاينش خلفيه وبناء على على ماذا مشيتيو في هذه القضيه ديال التراتبيه بالاحزاب باش مقترح القوانين. علاش لا دايره بالتاريخ الاحاله واغلبيه القوانين يلاه حطيتوها البارح وكل تطرح دابا اليوم. دابا هذا الشيء كان خصك تقوله من الاول. تفضل السي عبد الواحد. التاريخ ابدا لم يكن جميع تدخل المجلس والعمل ديال المجلس كانت كتنظموا التواريخ ولكن كانت كتنظموا التمثيليه النسبيه ديال الاحزاب وديال الفرق داخل المجلس وبالتالي كنشوف من الاجدر انه تحترمت القاعده تحترمت البسطره. سيد الرئيس. سيد الرئيس هذه جلسه واحده ديال اللجنه وملي جينا وتكلمنا على واش ممكن ترشيدا للوقت الا كان وحده الموضوع الفرق اللي عندها نفس الموضوع تعرض حتى واحد ما اعترض وبالتالي هذا غير الان هذه جلسه واحده وكنقدموا فيها. دابا شنو هو الفرق ما بين انا نقدم انا الاول وانا نقدم رقم 15 كون قلت لنا كون خديناهم حتى الاخرين كاع اللي بغى يزيد القدام يزيد وبالتالي هذه القضيه ديال لا خاص كيفاش حقا ان النظام الداخلي كيقول لك بالتواريخ ولكن احنا في نفس التاريخ دابا واللي بغى يعترض يعترض ذاك الوقت ماشي حتى يدوز الوقت والدستور راه واضح بالنسبه للتراتبيه وبالنسبه للتمثيليه. شكرا السيد الرئيس. الكلمه الفريق الاستقلالي لتقديم مقترح قانون تحدث بموجبه الوكاله الوطنيه للقصور والقصبات. شكرا السيد الرئيس. انت في جده كاسي حسن انت ما انت جاي من الصحراء ما انت جاي من عرفتش كاع هذه القصه ديالك انت يا مع القصور. ستريك الايام وما كنت تجهل. تفضل السيد حسن. السيد النائب المحترم معذره تفضل. هذا مكتب المجلس احال هذا المقترح القانون على لجنه الماليه ربما لان وكاله لهذا ولكن يعني ما فيها باس ان نقدموا هذا مقترح قانون تتحدث بموجبه الوكاله الوطنيه للقصور والقصبات. هذا القصور والقصبات راه هو تراث مادي وتيحمل في الطياد ديالو واحد الفصول من الذاكره والتاريخ ديال المغرب. هي منتشره في جميع انحاء المغرب ولكن خصوصا في الجنوب الشرقي على مشارف واد زيز وغريس وبومالين وضرعة وغيرها وهو فيه شهادات معماريه للتاريخ اللي تفوق واحد 2000 سنه. راه مثلا سقوط سجل ماسا في القرن 15 خلقات قصور متعدده على مستوى ديال الدلتا ديال واد زيز والريس في الريساني وفي الطوز وفي غيرهم. النقوب مثلا راه فيها تقريبا واحد 40 ديال القصبات البعض منها تم الترميم ديالو وتراث ثقافي وشهاده على يعني معمار وحياه الناس الى غير ذلك، ولكن الطبيعه ديال البناء ديالهم والمعمار وكذلك فراغ البعض منها والتعرض البعض منها للنهب كيجعلها مهدده للاندثار. هذا راه مخزون ثقافي مهم جدا وتاريخي وذاكره ديال المغرب. راه كاينه تقريبا واحد 4000 قصبه ربما 1000 منها هي اللي قابله للترميم، ترمات منها تقريبا 20 بمجهودات هنا وهنا. منهم ايت بن حدو منهم ولاد عبد الحليم منهم التوريط اللي كاينه موجوده في فرزازات. كاين واحد المبادره تم انشاء الشركه المغربيه لتتميم القصور والقصبات تم انشائها قبل واحد 7 سنوات ولا 8 مختلطه بالقطاع الخاص والعام. هذه لا اسم فيكا ولكن عندها مشكل ديال الرسماله عندها مشكل ديال الميزانيه عندها مشكل ديال الحكامه. بدات بواحد 3 المشاريع واحد في السكوره واحد في قصر ولاد عبد الحليم اللي كاين في الريصاني وكاينه وحده على مستوى ضرعه ولكن مازال ما اشتغلوش مازال ما كملوش هاد المشاريع. هذا اذا كتعرف واحد التعثر اللي هو كبير. هذا تراث ديال القصبات والقصور ولكن حنا بغينا نضيفوا عليه حتى هذوك ايكودير اللي كاينين موجودين هما المخازن ديال الحبوب اللي موجودين في الجنوب ديال المغرب في طاطا وفي تفرا وتشتو كيتباها اللي هي مآثر عمرانيه جميله جدا. كاين واحد الجغرافي المانيا سميتو بروب كتب عليه واحد الكتاب قبل
ست سنوات دار واحد الخريطه لهذ الايكودير. كاين واحد المؤسسه اللي موجوده على مستوى سوسه تهتم بالحفاظ على هذا المخزون ولكن ما عندهاش الامكانيات. اذا لهذا تنظن ان الحفاظ على هذا المخزون الثقافي والمعماري مهم جدا، مسؤوليه وطنيه وعموميه، وخصنا نشوفوا البنشمارك، نشوفوا دول مثلا في اسبانيا عملتها بالبارادوريس، هذوك خداو جميع القصور اللي كانوا عندهم والمنشات المعماريه وحولوها الى فنادق تتشتغل وتدر مالا يعني كبيرا جدا. البوساداس اللي موجوده في البرتغال كذلك تم تثمينها في هذا الاطار هذا. اذا راه واحد الوكاله متخصصه لهذا الغرض بالامكانيات والقدره، اما على نزع الملكيه او على الدخول في شراكات مهمه جدا، لان اكبر تحدي بالنسبه للقصور والقصبات هو العقار، هو تيكون مشترك، تيكون غير محفظ، تيكون عند الورثه، تيكون عند القبائل، تيكون عند الدواور، كاين البعض منا ملك جماعي، البعض منا خاص الى غير ذلك. اذا هذه الوكاله خصها تكون عندها الامكانيات والقدره باش يمكن لها توضع استراتيجيه للتثمين ديال القصور والقصبات، تجمع بعدا المعطيات، لان ما كايناش معطيات اللي تكون يعني علميه في هذا الاطار هذا. وكيشتمل يعني انه التثمين راه فيه واحد القدره وفيه واحد الامكانيات، اذا خصها تكون عندها الخبره في هذا الاطار هذا، والتوظيف ديال هادو الا درتيها شنو كيفاش غتوظفها، وخصوصا انه التوظيف في اطار يعني فنادق يعني فخمه، في اطار كذلك متاحف، في اطار امور اخرى اللي يمكن لها تعمل، وتعمل شراكات مع المجتمع المدني والجهات والجامعات باش يمكن لها دير هذا التثمين هذا وتقدم الدعم لهذا يعني لهذا الفاعلين الموجودين على المستوى المحلي. تكون عندها مجلس اداره وتكون ممثله فيها كذلك جميع الوزارات باش يمكن لها انها تقوم بالعمل ديالها. ولكن احنا بالنسبه لنا في فرق الاستقلالي تنظنوا ان وجود يعني هيئه وطنيه، وكاله وطنيه يعني بمجهود عمومي هو السبيل الوحيد لتثمين هذا المخزون وهذا التراث الثقافي المهم جدا بالنسبه للمغرب. المغرب الوحيد اللي عنده هذا الغنى الثقافي، وما خصناش نخليوه انه ينضطر، لان الكثير منها راه بدات ينضطر، الكثير منها انضطر. شكرا سيدي الرئيس. شكرا جزيلا سي الحسن على تقديمكم في 4 دقائق. وطبعا انتم تلاحظون بان المقترحات زعما كلها لا زعما افكار، انا 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 لم اتردد في انني منين قلت كل اسبوع ننظم زعما مدرسه المقترحات القوانين، والحكومه واسع النظر، لان هذا مجهود داروه السيدات والساده النواب مختلف الفروق فيجب ان يقدر. مقترح قانون يقضي بتسميم القانون 2013 المتعلق بمجلس المنافسه الفريق الحركي. شكرا سيد الرئيس. مجلس المنافسه القديم شكلت مجموعة من الفصول المتعلقة بالمالية سواء العامة أو الترابية في دستور المملكة لسنة 2011 وفي قانون التنظيم للمالية، بنية أساسية في إرساء مبادئ الديمقراطية ودولة المؤسسات وتنمية ثقافة عقلنة التدبير المالي العمومي، مما سيعمل على تعزيز قيم الحكمة الجيدة وترسيخ ثقافة الشفافية والمحاسبة ونجاعة تدبير ميزانية الهيئات والمؤسسات الدستورية والمرافق العمومية. ويأتي هذا المقترح إلى تتميم أحكام القانون رقم 2013 المتعلق بمجلس المنافسة في سياق إرساء المبادئ الدستورية لضمان الشفافية في تدبير المالية العمومية وتعزيز أسس الرقابة الوقائية وتدبير المعقلل والناجع لها وتوزيع صرف النفقات نحو تحقيق النتائج والأهداف المسطرة. وبناء عليه نقترح من خلال هذا المقترح أن تتمم أحكام القانون السالف الذكر بالمادة 15 مكرر، يتم من خلالها عرض حسابات المجلس كل سنة على نظر لجنة تقنية للافتحاص تتألف من 3 خبراء مختصين في مجال المحاسبة والتدبير المالي، تقدم تقريرا لرئيس المجلس يتضمن ملاحظات وتوصيات. إذا نحن باغين في هذا في المقترح هي ملائمة مع المؤسسات الأخرى الدستورية كمجلس المجلس الوطني لحقوق الانسان وغيره، باش نمشيو في نفس المؤسسات يكون عندهم ذاك تقديم الحسابات الى المجلس. وبالتالي الماده 15 المكرره تقول تعرض حسابات المجلس كل سنه على نظر لجنه خاصه للافتحاص تتالف من 3 خبراء مختصين في مجال المحاسبه والتدبير المالي موزعين على مفتش العام الماليه قاضي بمجلس على الحسابات خبير محاسب.
تقدم اللجنة المذكورة على لرئيس المجلس تقريرا خاصا عن مهامها يتضمن كل ملاحظات حول كيفية تنفيذ ميزانية المجلس مرفقة بمقترحاتها وتوصياتها من أجل تحسين التدبير المالي للمجلس والرفع من مستوى أدائه. إذا الملائمة اللي تنقصدوا بهذا الاقتراح. شكرا السيد الرئيس. شكرا جزيلا السيدة النائبة غيتا. وهي مناسبة لكي نتمنى أنه إن شاء الله داكشي ديال المحروقات أن يرى النور في أقرب الأجال، أنه متعلق بمجلس المنافسة. النائبان مصطفى الشناوي وعمر بلافريش، أولا أعتذر لأنه منين تقدم مقترح قانون ديال إلغاء المعاشات كان خصنا نديرو توحيد تقديم الموضوع. وأعتذر للسي مصطفى الشناوي لأنه اتفقت معه البارحة اتصل بيا قال لي ودي أنا بغيت نقدم مقترح قانون ديال إلغاء معاشات أعضاء المجلس أعضاء البرلمان. قلت له ودي راه ما كاينش فيديو كونفيرونس، ولكن إلا بغيتي تقدمو بطريقة صوتية راه لا مانع لدي. ويبدو أنه اتفق مع عمر بلافريج على تقديم هذا المقترح. هذا اللي خبرني به الآن. تفضل سيد النائب. سيد الرئيس شكرا. وي اتفقنا قدمناه بجوج أنا والسيد النائب مصطفى الشناوي، قدمناه في 2018 في يونيو تاع 2018 توصلت به هذه اللجنة هذا المقترح قانون اللي كيتعلق بإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان مجلس النواب ومجلس المستشارين. فبالتالي ديك الملاحظة اللي درت قبيلة على تطبيق النظام الداخلي، حيت انتم في آخر المطاف السيد الرئيس انتم اللي خصكم تسهروا على تطبيق النظام الداخلي، وأغلبية الأحيان كنشهد لكم السيد الرئيس أنا بهذه التجربة دابا أربع سنين وأنا في مجلس النواب كتسهروا على تطبيق النظام الداخلي مع الأسف أحياناً وهذه الحظة اللي كان من الممكن تسهروا على تطبيق النظام الداخلي باش يكونوا القوانين تقدم حسب الإحالة. هذه ماشي ما كنقولش أنا بأن أحسن تكون الأول ولا الثاني، ولكن النظام الداخلي راه هو اللي كيجمع الأعضاء في مجلس النواب مع الأسف، وهذا الشيء حتى هو راه كيكرس عدم الثقة ولا فقدان الثقة ما بعضيت الأعضاء في المجلس، وأنا هذه تجربة شخصية. علاش قدمنا هذا المقترح هنايا؟ انطلاقا من مبدا اساسي كنامنوا به، ما كاين لا مزايدات لا حتى شي حاجه، كنعتبروا بان العضويه في مجلس البرلمان مجلسي البرلمان مهمه وطنيه شريفه اللي كتمثل الامه، من خلالها كتمثل الامه، ولكن ليست مهنه. وهذه هذا امر مهم جدا خصنا نتفقوا عليه ونفسروه للمواطنين، ماشي النائب برلماني ولا نائب في البرلمان ولا عضو من البرلمان راه ماشي قريمة كيشدها وكيبقى طول حياته. هذا هو عدد كبير من المواطنين كيعتبروا خصنا باش نغيروا لهم هذا الشيء نفسروا لهم بأنه ماشي مهم، ماشي مهنة، هي مهمة محددة في الوقت كتعاقد مع المواطنين لمدة 5 سنين، ومن بعد 5 سنين كيعاود يصوتوا عليك ولا ما كيصوتوا عليك، كترشح ولا ما كترشحش، وهكا غادي الأمور. فبالتالي هذه المهمة ما خصش يكون عليها معاش، داكشي علاش خصو حنا كنطلبوا الالغاء ديال المعاش، ما كيعنيش بان ما خصش يكون تعويض، بالعكس خصو يكون تعويض، وانا هادي كناكد عليها وكنركز عليها بزاف، خصو يكون تعويض. علاش؟ حيت الا ما كانش تعويض كيفاش غتضمن الاستقلاليه ديال هذاك العضو؟ وحنا عندنا اشكال ديال الاستقلاليه السياسيه في بلادنا مع الاسف الشديد، باش تضمن الاستقلاليه والجديه. فبالتالي باش ما يبقاش مشكرة هو اللي كيدخل لمجلس النواب، راه ما كنعممش، ولكن يكون هذاك اللي كيدخل للبرلمان كيتعاقد مع المواطنين كيصوتوا عليه، عنده 5 سنين كياخذ واحد التعويض على ديك المهمة، كيقوم بالواجب، ومن بعد اللي كيحاسبوه هما المواطنين كيصوتوا عليه ولا ما كيصوتوش عليه. فبالتالي حنا مع الإلغاء. التقديم ديالكم الأولي السيد الرئيس اللي قلتي وهذا تم المناقشة وأنا نسمع المناقشة، سمحوا لي أنا كنائبه هنا كنمثل السيد الشناوي، أنا ضد الفكرة بأنها يكون زعما دوزوا لنا عاوتاني الفكرة بأنها يكون إجماع من بعد على شي حاجة، أنا بان لي في هاد 4 سنين بأن مي كيكون القضية كيكون فيها إجماع كيكون فيها إن. فبالتالي لا كانت الأمور ديروا طبقوا الديمقراطية، كاينة مقترحات قوانين تحت التصويت، اللي بغى يسحب المقترح ديالو يسحبوا وديروا طبقوا المسطرة في هاد الاجتماع هذا المبارك، ونزيدوا القدام ونتمنى ونلغيو هاد المعاش ديال البرلمانيين. اما عاوتاني يطلع رئاسه المجلس النواب ويبقى وشي حاجه ماشي حاجه، انا ما كاينش الثقه، انا ما تايقش في داك الشيء. عندي تجربه شخصيه وتجربه انا والنائب البرلماني، النظام الداخلي ما كيطبقش كيطبق فوق ما بغيت، الدستور كيتخرق
الدستور كيتخرق في هذا المجلس على عاد بغينا شي توافق. هذا المقترح الاول اللي كيتعلق بالغاء نظام المعاشات اللي دفعنا حنا في 2018 اوائل 2018. اما المقترح الثاني كيتعلق ب شهر يونيو 2020 كانت واحد مبادرة طيبة من طرف الحكومة اللي دعمناها اللي امكنات الشركات الكبرى من تنظيم الجمعيات العامة ديالها والمجالس الإدارية عن بعد الفيديو كونفرنس وعن التليفون داكشي كله. القناة مزيان تشجيع باش ما يوقفش الاقتصاد ما يوقفش. كنا قدمنا مقترح السيد وزير الصناعة في هاد اللجنة قلنا له عمم هاد الشيء السيد الوزير الحكومة عمم هاد الشيء حتى للمقاولات الصغرى والإصايغال وعدد ديال الشكل ديال المقاولات. كان تجاوب إيجابي زعما أنا دا قال لك هنقلبوا نشوفوا نجيبوا شي قانون جديد. حنا بادرنا جبنا مقترح اللي كيتعلق بهذوك الإصايغال هما الأغلبية ديال المقاولات في المغرب باش حتى هي تستفد من هاد الطريقة ديال الجمعيات العامة ديالها عن بعد في حالة طوارئ صحية اللي حنا مازال عايشين فيها، ولكن أكثر من ذلك حتى خارج الحالة ديال الطوارئ الصحية. وعلاش ما يكونش ندخلوا العصر الجديد بلا هاد الجمعيات العامة والمجالس الإدارية لجميع المقاولات يكون من الممكن الدار عن بعد بالفيديو كونفرنس بتسجيل عن بعد. فكنتمنى يكون تجاوب من طرف النواب الآخرين والحكومة لهذا المقترحين وشكرا. واجي شرح لي هادشي. ايوا شوف شكون اللي يجي. كاينه واحد الملاحظات توصلت بها، ولكن انا شبه متاكد بانه خطا عند مجلس النواب ماشي خطا عندي انا في اللجنه. هذا المقترح ديال اللي تقدموا به السيدان النائبان مصطفى الشناوي وعمر بلافريج 12/7/2018 البرلمان كيقول بانه تم تقديمه بتاريخ 17/7/2018. هذا غير صحيح. اللي عندي انا هنايا ديالي اللي عندي في اللجنة لم يقدم. شكرا لكم على تمشي للأسرة ما أسرة للصحافي طيب إذا النقطة الأولى من جدول الأعمال ديال تقديم مقترحات القوانين التي لم تقدم. أنا سعيد بتقديمها وأنتم كذلك سعداء بتقديمها لأنه تتضمن عدد من الأفكار المهمة اللي في صالح العام، في صالح المقاولة، في صالح الاقتصاد الوطني، وفي صالح يعني المجال، صالح الفئات والهيئات التي تم تقديم مقترحي بشأنها. قبل ما ندوزوا للنقطة الثانية المتعلقة بنظام معاشات النواب، بغيت غير نقدم لكم ما توصلت به. إذا الاعتذار عن حضور هذا الاجتماع من طرف النائبين كاين سي نظر التزامات محلية تعذروا عليه الحضور لهذا الاجتماع محمد خيي، وكذلك من فريق العدالة والتنمية، واعتذار عن حضور الاجتماع كذلك من طرف السيد النائب رمضان أبو عشرة لالتزامات طارئة أو محلية عفوا. هادو هما الجوج ديال الاعتذارات التي توصلت بها. توصلت كذلك بمراسلة من طرف السيد رئيس فريق تجمع الدستوري سي توفيق كامل بموضوع انتداب طبقا لمقتضيات المادة 86 من النظام الداخلي لمجلس النواب. يشرفنا أن أنهي إلى كريم علمكم أن فريق التجمع الدستوري قد انتدب السيد النائب مصطفى بيتاس لعضوية لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلفا للسيدة النائبة سمية وعلان. طبعا النظام الداخلي كانت سابقا جانا هذا الطلب، قلنا يجب تطبيق النظام الداخلي هو بداية السنة التشريعية وهذا يتلاءم من السنة التشريعية. فإذا أطلب من الإدارة لأن يأخذوا هذا الموضوع ويعدلوا طبعا اللائحة ديال الحضور. ولما كانوش عدلوها حيت راه ديك الاداره ديالي راه كتسبق شويه، راه يمكن يعدلوها. الموضوع الثاني هو يتعلق بهذا
النقطة ديال المعاشات ديال السيدات والسادة النواب، ما غاديش نقرأ عليكم التاريخ، ولكن راه كاينة بزاف ديال المقترحات. دابا الموضوع هو هذا، عندنا جميع الفروق تقدمت إما مشتركة أو منفردة بهذا الموضوع، فلذلك سأطرحه طبعا أعطي الكلمة للسادة الرؤساء الفرق يعني بالتبع أو ممثليهم يعني إبداء الرأي والاقتراح في هذا الشأن، دون أن أعيد إلى كريم علمكم، هذه القضية كريم علمكم ديال السي توفيق كامل زوينة، أن أعيد إليكم ما اتخذناه من مقرر حنايا كمكتب اللجنة، ولكن ما يمكنش حنا النوب عن اللجنة وعن أعضائها. فللتاريخ كاين هناك مقترح قانوني يتعلق مع 10 أعضاء مجلس النواب، تقدم به فريق العدل والتنمية، فريق التجمع، فريق الاستقلالي، فريق الحركي، الفريق الاشتراكي، المجموعة النيابية للتقدم الاشتراكية بتاريخ 25 يونيو 2018. كاين مقترح قانوني يتعلق بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، تقدم به فريق النائبة ابتسام العزام، فريق أصالة ومعاصرة. كاين مقترح قانوني يتعلق بإلغاء معاشات النواب ديال مصطفى الشناوي وعمر بلافريج. أنا راه غادي من نديرهم في الترتيب. على يعني كل حال أنا ما كان أنا أتجاوز عنه. كاين مقترح قانون تقدم به يتعلق بإلغاء نظام معاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب كما تم تغييره كذا، تقدم به فريق الاشتراكي، فريق الاستقلالي، فريق الحركي، فريق التجمع الدستوري، وسحب المقترح. كاين مقترح قانون اللي تقدم به فريق العدالة والتنمية حتى هو 2018، تعلقوا بتصفية نظام معاشات مجلس النواب. فهذو هما بالترتيب، راه انا ما احترمتش الترتيب، احترمت غير هادشي اللي وصلنا وما سحب منه. توضيح مقترح رئيس مجلس النواب لانه تم تأويله بشكل سلبي، شكون اللي أوله بشكل طلبت مني إعادة توضيح مقترح رئيس مجلس النواب لأنه تم تأويله بشكل سلبي بعدما اتخذنا القرار في مكتب اللجنة بأنه هذا الموضوع ديال المعاشات الأعضاء مكتب اللجنة قالوا دي هذا خصنا نبتو فيه. القرار ديال المكتب هو أنه الإلغاء والتصفية، وخصنا نعرضه في اللجنة من أجل اتخاذ القرار بشأنه. عليه أصدرت البلاغ ديال انعقاد هذه اللجنة اللي فيها هذه النقطتين. اتصل بي السيد رئيس مجلس النواب، قال لي السيد رئيس إذا كان بالإمكان، دابا الموضوع ديال الإصلاح غير دي موضوع، راه حنا أمام خصنا نمشيو للتصفية للرأي ديال السيد رئيس مجلس النواب. وأنا قلت قبيلة راه هادشي راه تدارسه مع في المكتب ومع الإخوان الرؤساء، فإذا هذا هو الرأي اللي عنده. قال لي لكن أرجو أطلب منك السيد الرئيس ألا يعني تتسرع في اتخاذ القرار إلا بعد ما كيدير هو الاستشارات. هو فتح استشارة مع وزير المالية وفتح استشارة مع الأمانة العامة للحكومة حول الصيغة اللي غادي التصفية، فطلب مني أن أؤجل البت. أنا هذا يعني عطيت لكم بامانه، دابا الان غنفتحوا النقاش، لكن القرار كنطلب منكم اننا ناجلوه الى حين السيد رئيس مجلس النواب، لانه هو الاول كان متبع هذا الموضوع، هو الاول مشى باش يعني قنع عدد من الفروق باش نمشي في واحد الصيغه. اليوم هو كيقلب على صيغه اخرى، ولكن هذا ما يمنعش الاخوان اننا نتكلموا، تاخذوا ما ترونه مناسبا كفرق. غير كنطلب منكم القرار النهائي اللي ناجلوه فقط، نظرا لان اللي تجلس مع السيد رئيس مجلس النواب بانه راه كيدير الاستشارات اللازمه. واليوم كاين لقاء، اليوم كاين لقاء اللي ديال لا اليوم كاين لقاء ديال مجلس المحاسبه، وغدا كاين لقاء ديال رئيس مجلس النواب مع الرؤساء ورئيس لجنه الماليه حول هذا الموضوع باش المعطيات اللي جمع غادي يعطيها، وبعد ذلك حنا نحدوا. نعم
أيه مع المسؤولين ديال الصندوق بعد الاستشارات اللي دار. صافي واضحه دابا؟ لن اضيف اي شيء. كلمه نعم السيد نائب. عافاك من قريتي. لا بديتي تدفع الميكرو عافاك. لا غير تفضل. لا حيت كيصوني اسمح لي. غير من قريتي المقترحات اللي بقات دابا عافاك عاود قرا حيت قلت لي خمسه وسمعت غير ثلاثه. كاينه ثلاثه المقترحات ياك اللي كاينه ديال السيده الغزاوي ديالنا انا والشناوي وديال عداله المياد هما اللي كاينين ياك السيد الرئيس ولا كاين شي واحد اخرين؟ عافاك السيد الرئيس المرجو عافاك عاود قرا لنا المقترحات اللي كاينه في هذا الموضوع الميدان. لمي كنمشي للموقع الالكتروني كنلقى سته. ايوا وهيري يقول ما سمعتش يمكن لو يتقرا لي ما كاينش انا ما عنديش المعلومه ما توصلش انا بالمعلومه. المرجو عافاك عاود قراوها لي باش نعرف انا شنو هما المقترحات اللي كاينه. عافاكم. واش سبق لكم تقديم مقترح قانون ديال المعاشات؟ اه لا لا دابا خطي هذاك غنجاوبك انا. انت غنجاوبني على سؤال بسيط واش قدمتي المقترح؟ قدمته اليوم. لا اليوم. انا كنضرك واش سبق صح ايوا يمكن سبق. ماشي يمكن لا واه انت كتطلب مني نكون واضح. لا ولا شوف لا انت اللي عندك التقرير واعطيني داك التقرير يكون مكتوب فيه. انا محضر ديال اجتماع لجنه الماليه بمجلس النواب بتاريخ 17 يوليوز 2018 طلبت منهم يجيبوا لي فمنين جابوا لي فيه سبق لكم تقديم المقترح. كان قبل ما تقدموا تقول لي سبق تقديمه. لا اسمح لي لا اسمح لي انت كتقول لي احترام تراتبيه الى غير ذلك وانت غير من ناحيه الصدق معنا كان خصك تقول لي انا سبق تقديمه. نعطيك الكلمه قول لي سبق تقديمه. انت اللي عندك المحاضر السيد الرئيس واش انا عندي المحاضر واش تبغى؟ انت اللي قدمتي وانت اللي عندك المحاضر واش مدوز معاكم اربع سنين ديال التكرفيس ومشيت نلقى عاقل؟ حشومه لا خصك تكون واضح. حشومه عليك انت لان انت دابا سبق لك تقديمه تقول لي من ناحيه الموضوعيه والصدق تقول لي انا راه سبق لي قدمته السيد الرئيس. لا سيد الرئيس حشوم عليك انت تجي تقول لنا انت تعطينا الدروس واه اسمح لي ما كنعطي لا دروس لا والو. حشوم عليك انت دابا طرحت عليك السؤال شنو هما المقترحات عافاك السيد الرئيس اللي مازال كاينه حيت الموقع الالكتروني كيعطينا واحد العداله. الرؤساء فريق العداله والتنميه تفضل. السيد الرئيس عافاك مرجو جاوبني على هذا السؤال شنو ما جاوبتينش على السؤال ما غنجاوبكش. انا جاوبتك دابا. انا سبق قدمتهم ها هما حدا الناس ما غنعاودش باش انا واش انا اله كنعاود قريتهم وسجلوا ماشي اله عطيني المعطيات عطيت انا عطيت مع استاذ ما بغيتيش تعطيني جبك الله انا حكومه ولا غادي تبقى هذا ولا استاذ اسمع راني رئيس اللجنه انا راه ماشي خدام عندك انا راه كنقدم سبق تقديمهم بغيتي سمعتي راه سمعتي ما سمعتيش راه سمعتي راه ماشي في دارك انا ما سمعتش عندك انا اللي ما خدامش عندك انت راه سمعني تفضل رئيس فريق العداله والتنميه. تفضل السيد ادريس. بسم الله الرحمن الرحيم. لحظه السيد ادريس شحال ديروا في التوقيت بالنسبه للفروق؟ ها نعم سيدنا الرئيس. لا غير اذا كان ممكن السيد الرئيس عندي واحد عندي شي التزام عن طر المغادره اذا كانت الامكانيه. شنو الساعه تغادر؟ وهما 12:30 نخرج. ها؟ 12:30 اذا كان ممكن اذا كان ممكن الساده الرؤساء ناخذ الكلمه باش نعطي الموقف على في المجموع ولا دابا عندي طلب ديال السيد رئيس فريق الاشتراكي عنده التزام بغى يمشي قبل مع 12:30 اذا كان ممكن يطلبوا تقديمه. ها؟ اش كتشوف فريق العداله والتنميه اللي سابقينه؟ تفضل السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس انا ما غاديش شوف اجمل
انت دابا راه عاد عرفت كل اللي تي معانا من قبيله انت مبرونشي مع لجنه التعليم ايوا انت معانا وانت مع التعليم سيد الرئيس شكرا سيد الرئيس ايه طيب هذا التوضيح مزيان تفضل السيد الرئيس شكرا السيد الرئيس على اي انا ما غاديش نطول لان ربما كما شاف التقديم ديالكم يعني المبدا حاليا متفق عليه اللي هو على ان هذا الصندوق هذا يمشي في واحد الاتجاه ديال التصفيه مع ملاحظات لان هذه الملاحظه خاصها تسجل هو انه باش المواطنات والمواطنين يعرفوا الامور كيف مشات هو انه كان واحد الاجتهاد في واحد المرحله معينه من اجل تقديم اجابات على ديك الاسئله اللي كتطرح داخل المجتمع كيفاش انه واحد عنده 25 عام ولا 30 عام ولا هذا يخرج ويشد التقاعد ديالو وكيفاش انه يعني المساهمات اللي كتقدم اللي كانت مبهمه على اي كان واحد الاجتهاد واحد المقترح ديال القانون اللي كانت وقعت عليه جميع الفرق اعتقد باستثناء الفريق ديال الاصاله والمعاصره واللي كان كيقدم واحد عدد من الاجابات طبيعه الحال اللي كان اساسي هو ان الامور تنضج الان يمكننا نقول انها نضجت لان السؤال ماشي هو السؤال ديال ان خصنا نسجلوا على ان في هذه الولايه هذه ما كاينش اللي كان كيتوصل بشي مبلغ فيما يتعلق بالتقاعد خصها تسجل وعلى ان الناس ساهموا وما ما توصلوش باش يتعرف على انه راه الناس ساهموا والان حاليا في هذا المجلس في هذه الولايه هذه كاينه الاقتطاعات من السيدات والساده النواب وما غاديش يستافدوا باش واحد المجموعه ديال الضبابيه اللي كاينه واللي هناك من يريد استثمار واستغلال الامر من اجل دغدغه ديال المشاعر المواطنين والمواطنين لا العمل داخل المؤسسات هو عمل مسؤول كيتبنى بهدوء والقرارات حين تتخذ تتخذ بكثير من النضج والمسؤوليه وبتغليب المصلحه طبيعه الحال العليا ديال الوطن والمواطن الان المبدا كما قلنا على اننا متفقين عليه وان كان يجب ان نسجل على ان هذا الموضوع هذا الذي نناقشه اليوم اعتقد على ان هناك اولويات اخرى كانت يجب ان تناقش أولويات مرتبطة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه بلادنا أولويات مرتبطة بفئات اجتماعية كثيرة تعاني ما لقيش طرف الخبز باش تاكلو الناس متوقفين عن العمل منذ أشهر لا يشغلهم هذا الموضوع اليوم بقدر ما يشغلهم أن نبحث لهم عن حلول عملية تساهم في إخراجهم من وضعهم المزري المرتبط بهذه الجائحة لكن لا بأس الآن نحن بصدد هذا الموضوع اليوم هذا الموضوع اللي ما خصوش تكون فيه واحد المزايدات وتوظيفات سياسيه بشكل مطلق وهنا نسجل السيد الرئيس باش لان احنا اجتمعنا كرؤساء مع السيد رئيس المجلس وصلنا لهذا المبدا هذا اللي هذه متفق عليه الان من قبل الجميع اللي عليه واحد الاجماع والاجماع مهم من يعتقد بان الاجماع غير مهم لا حين تكون هناك قضايا عندها واحد الحساسيه ديالها عندها واحد متابعه مجتمعيه عندها واحد الاثر نفسي وسياسي ارتباطا بالمصلحه والتطور المسار ديال التحولات في بلادنا يكون من المفيد ان نبحث عن الاجماع كما درنا في القانون الاطار كما درنا في واحد المجموعه ديال 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 القوانين علاش لان ذاك الاجماع هو الذي يقفل الباب امام اي مزايدات بعديه من قبل طرف او طرف بالتالي هذا الاجماع في هذا الجانب هذا مزيان الان نضجت الامور وانا قلت اجتمعنا كرؤساء ديال الفرق والساده الرؤساء هما حاضرين مع السيد رئيس مجلس النواب وصلنا لهذه القناعه وكان على انه غدا مبرمج اجتماع علاش لان عاود ماشي بالسهوله ديال ان غادي نجيو ناخذ واحد القرار لان الامر يتعلق بقانون ونحن في مؤسسات تشريعيه يجب ان نقدم اجابات قانونيه ولان الامر مرتبط بشق قانوني وشق مالي كان الاجتماع ديال غدا مبرمج وهو مازال مبرمج على اي حال باش يحضروا حتى الناس اللي مسؤولين على هذا الصندوق وكذا وهذا باش نشوفوا الصيغه المناسبه على المستوى القانوني والمستوى المالي من اجل تصفيته هذا علاش اعتقد على ان السيد الرئيس ونحن من طالبنا من السيد الرئيس ان يتصل بالسيد رئيس اللجنه باش يطلب منه لان كان جا في العلم ديالنا على ان الاجتماع تبرمج باش انه ياجل هذا الاجتماع تزيد توضح الامور اكثر باش ملي نجيو للاجتماع ديال هذه اللجنه تكون الامور واضحه 100% ونتخذ القرار النهائي هذا القرار النهائي اللي قلته السيد الرئيس الان باننا ما نتخذوش حتى نشوفوا غدا علاش باش تبان الجوانب القانونيه والماليه كيفاش غادير كيفاش غادي نديروا لا باش ديك السعيد كيخص يتجاب
واحد المقترح قانون اللي تكون مضبوطه فيه جميع الامور وندوزوه ان شاء الله. باش نختم لان كيف ما كان الحال هذا الموضوع في ظل الظرفيه اللي كنعيشوها اليوم في بلادنا وفي ظل واحد المجموعه ديال التساؤلات اللي برزت طيله هذه الولايه بالخصوص والولايه السابقه، اعتقد على انه جاء الوقت المناسب باش اننا نفتحوا نقاش، لان انا اطرح سؤال نتحدث عن مجلس النواب ماذا عن مجلس المستشارين، لان الامر لا يتعلق بمجلس النواب بقدر ما يتعلق بالبرلمان. المنطق الذي نفكر فيه فيما يتعلق بالمعاشات يجب الحسم فيها منطق المعاشات ليس بمعاشات مجلس النواب. اذا انت مجلس المستشارين انا صعيب يجي الواحد يقول هنا كذا وكذا وكذا وهو في مجلس المستشارين، خص هذا راه خص يكون التكامل، لاننا نتحدث عن مبدا النقاش المرتبط بالمعاشات ديال الوزراء. وهنا نتمناو على ان هي جايه القانون المالي جايين هذا نعرفوا شكون هما هاد الوزراء اللي كيستافدوا، اللي من حقه يستافد ما خصوش يستافد، اللي من حقه خصو نقولوا له لانه الا ما عندوش دخل نهائي وكذا وكذا خصو، لان كيف ما كان الحال كاين واحد الوضع اعتباري. وهذا وحنا طرحنا كفريق من قبل كذلك فيما يتعلق بعدم الجمع بين التعويضات، يعني واحد النقاش اللي خصو يكون نقاش هادئ غير محكوم بمحطة قادمة اللي هي محطة الانتخابات، غير محكوم بحسابات ظرفية مصلحية تهم الحزب الذي ينتمي إليه المرء بقدر ما تهم مسارا يجب أن نأخذه في بلادنا. لأنه باش نختم، كلما كنا واضحين في مواقفنا في اختياراتنا في قدر ما ذلك السؤال المرتبط بثقة المواطن في العمل السياسي كيكبر، كلما كان هنا رجل هنا ورجل هنا واقتناص الفرص والبحث عن زلات الآخرين وما إلى ذلك كلما الأمور كتمشي. الآن يعني باش الرسالة تكون واضحة، الرسالة هو أنه كان على الأمور أن تختمر وقد اختمرت، لأنه كان نقاش وتوافقنا كفرق على إصلاح مرحلي، وبان على أنه من بعد على أن حتى ذلك الإصلاح التي تم التوافق بشأنه بان على أن فيه صعوبات، وبالتالي كان يجب أن يتخذ القرار. أعتقد الآن نحن اقتربنا من القرار النهائي وربما هو القرار الصائب وحنا غادي ندعموه بشكل نهائي نحن كفريق اشتراكي. باش نكون واضحين السيد النائب، لان الان هذه اللحظه انا كنعتقد بالجلسه المنقوله باش المواطن يعرف راه حتى داخل الفروق انفسها كانت وجهه نظر، وداخل الاحزاب كاينه وجهه نظر. علاش؟ لان كل ينظر من زاويته من زاويه تفكيره وما يجب ان يتم الان، لان هذه خصها مساله التي يجب ان نؤمن بها وان نعمل على تكريسها وتفعيلها كممارسات سياسية تتسم بالأخلاق داخل المؤسسات، هو أننا حين نشتغل على إنضاج الأمور نشتغل بهدوء بروية من أجل الخروج بنص يقدم إجابات للإشكالات الحقيقية التي نعيشها. لا يجب مطلقا أن يتسم الفعل من طرف أو آخر بنوع من الانتهاسية أو بنوع من اقتناص الفرص، ما يجب هو أننا حين نضع جميعنا نبحث جميعنا عن وضع القطار على السكة، وحين يوضع القطار على السكة أنا داك خصو يتحرك ما خصش تظهر شي حاجة اللي تعرقل المسار ديالو. موقفنا السيد الرئيس القرار النهائي كما قلنا أنا هو أننا نحاولوا كما قلت القرار النهائي ما غيكونش اليوم، المبدأ راه كاين غير هو النص اللي ممكن يجمع هاد يصرف هذا المبدا بشكل قانوني سليم. اعتقد على ان الجلسه اللي كاينه غدا ديال السيده والساده الرؤساء مع السيد رئيس المجلس مع الاطر ديال 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 الصندوق هي اللي غادي تسمح من بعد ما نشخصوا الوضعيه ديالو الحاليه وشنو كاينه فيه وكذا وكذا اننا نخرجوا بواحد النص اللي يوضع نهايه لهذا المسار الذي ربما كان يجب ان ياخذ طريقا آخر في مرحلة ما، باعتبار على أنه كلما توحدت الجهود صوب إرادة واضحة كلما تكون النتيجة في صالح الجميع. شكرا وأعتذر السيد الرئيس، غادي نضطر للمغادرة بعد قليل. شكرا السيد الرئيس، شكرا أمام. نعم أنا غير اسمح لي قبل ما يمشي السي شكرا غير واحد القضية في الاجتماع تاع الرئيس مع الرؤساء، الرئيس السيد الرئيس هو الذي أفادنا بأنه اتصل بسيد رئيس لجنة المالية على اساس انه
لن تطلب، ولكن هو في إجابته قال بأنه اتصل سابق واتصل. إذن ماشي إحنا الرؤساء، إلى ربما أنت اللي طلبت، ولكن إحنا الرؤساء معه. أنا عندي تا توقيت. مرحبا، أنا اتصل بي مرتين، إذا كانت الأولى راه ما عندها علاقة بكم، كان باقي مجتمع بكم، الثانية صحيح اجتمع بكم فأخبرني. كلمة للسيد إدريس الأزمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد الرئيس المحترم، سيدات السادة النواب، النائبات المحترمين المحترمات، سيدات السادة الحضور، في الحقيقة هذا اليوم مهم، ولكن قبل ما ندخل في الموضوع ديال تصفية المعاشات اللي هو هذا هو الموقف الصواب والموقف الذي يبدو أنه اختمر، بغيت أولا السيد الرئيس النواب العمل الذي تقومون به على رئاسة هذه اللجنة والدينامية اللي أعطيتها لهذه اللجنة. وهنا غنجاوب بوضوح وبصراحة على الذين يسوقون أن اللجنة اجتمعت اليوم، النواب اجتمعوا باش يشوفوا المعاشات ديالهم. أولا النواب ما اجتمعوش باش يشوفوا المعاشات ديالهم، النواب اجتمعوا باش يصفوا هذا الصندوق نهائيا، وهذا ما طلبنا به وغادي نقول في الوقت بالضبط. ولكن النواب اجتمعوا قبل هذا في اجتماعات كثيرة حول الموضوع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، لقد كان بفضل الله ثم بالفضل ديال الترافع ديال النواب وديال النائبات ديال اللجنة أثر كبير ومنتوج حقيقي على الفئات الشعبية. وهنا تكلمنا على الجلسات، وتكلمنا على الطيابات، وتكلمنا على الكسالة، وتكلمنا على مولي القهوي، وتكلمنا على مولي الحمامات، وتكلمنا على مولي الرياضة، وتكلمنا على الجميع من النهار اللي بدأت الأزمة. وهذه اللجنة تترافع عن هؤلاء، عن هذه الطبقات الشعبية، عن القوات الشعبية من النهار اللي بدينا، وحنا هادشي اللي تنديرو. وصادقنا على الصندوق اللي أمر به جلالة الملك الله يحفظه الأول ديال الكوفيد والثاني ديال الاستثمار الاستراتيجي، وصادقنا على الإجراءات الاجتماعية، وجا وزير المالية أعطانا الوضعية الاقتصادية، وجا وزير المالية أعطانا الأولويات ديال هذاك. وبالتالي ما لا يمكن أن نسمح بالقول بهذا، ما يمكنش. راه الرأي العام الذاكرة ديالو ليست الرأي العام، ذكي الشعب المغربي ذكي وتيعقل على كل حاجة وتيسجلها. ما يمكنش نجيو نقولوا النواب اجتمعوا وبقاو ناعسين 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 والنهار اللي فاقوا على المعاشات. النواب هنا ترافعوا بالكبده ديالهم بالحراره ديالهم على الشعب المغربي، ونزلوا الاجراءات اللي جابتها الحكومه بسرعه فوقاش ما عيطتي لينا، وما كناش تنقراو ديك لا ندقق، نستدعى الى اجتماع نهرع ونهرع اليه بسرعه، لان كنا عرفنا بانه الظرفيه استثنائيه وتتطلب الاستجابه في الوقت. ولذلك هذا اليوم هذا النظام المعاشات اللي اجتمعنا لهذا تتويج لمسار ديال العمل. وهذا الامر هذا وندخل دابا لهذا الثاني، هذا لانه هذا ميزو بوين كان خصها تكون. ثانيا غنجي لهذه القضيه ديال المعاشات البرلمانيين، وغنقول بوضوح وضدا على الشعبويه المقيته وضدا على التبخيس ديال المؤسسات، المغرب قوي وصامد وشامخ بمؤسساته وعلى راسه جلاله الملك حفظه الله وسدد خطاه، ومعه الحكومة والبرلمان والمؤسسات اللي كاينة في الدستور والجماعات الترابية والسلطات المحلية بهادشي باش وقف البلاد. وهادو راه ماشي تيخدموا لله، تيخدموا لله صحيح أمرهم بينهم وبين الله، تيترجوا الرحمة الله، ولكن خصهم في التالي الشر ما يوكلوا لولادهم. واش دابا البرلمان غيخدم بليكي؟ واش الحكومة غتخدم بليكي؟ واش الولاة والعمال غيخدموا بليكي؟ واش المدراء والناس الرؤساء الاقسام والموظفين غيخدموا لله؟ من ناحيه لله حنا تنقولوا زعما بدون اجر، وما كلنا تنترجوا الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى. هذه شعبويه وهذه خصنا نتصداو لها وما نخافوش نقولوا ودي زعما راه داك الهجوم ديال ما يسمى بالمؤثرين الاجتماعيين والمؤثرين. ما الذي صنع لنا هؤلاء المؤثرون الاجتماعيون؟ اين هي الثروه التي انتجوا؟ بالعكس يضببون المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد، وعوض يخليوا الوضوح ويخليوا الاحزاب تقوم بالدور ديالها والمجتمع المدني يقوم بالدور ديالو والاعلام الحقيقي يقوم بالدور ديالو، تيديروا الدبشخي تيغمقوا على الناس ويضللوا وينشروا الترهات
ويخوضون في أعراض الناس. هذا الشيء خصنا نوضوا ليه، لأنه البلاد ديالنا مرة أخرى قائمة بالمؤسسات، ما قائماش بالشعبوية، وما قائماش بما يسمى بالمؤثرون والمؤثرون. هذا الشيء راه بوضوح يسحبوهم دابا غادي يخلعونا، لأنه تنشد واحد الأجر في التالي ديال الشهر. يجيوي 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 لعندنا نجلسوا معاهم ونشوفوا الوضعيات ديالنا السابقة التي كانوا لا يعرفونها، لا يعرفوننا ولا نعرفهم. يشوفوا الوضعيات المادية ديالنا، نجلسوا نحسبوا بالدرهم ونشوفوا الوضعيات الحالية. ها واحد تيحسب لك 14 ديال المليون، واحد يحسب لك 70 مليون، واحد يحسب لك 8 ديال المليون، وحنا ما عارفينهمش تيشدوا كاع على هذا باش يقولوا هذا الكلام هذا. باش يقولوا فلان تيشد 14، واحد تيشد 10، واحد ما عارفينهمش تيقولوا، لا نعرف ما عارفينهمش تيشدوا. ولذلك فحنا كأحزاب سياسية، كنواب ديال الأمة، كمؤسسات، خصنا نوقفوا سد منيع ضد الشعبوية التي تهدم البنيان الذي نقف عليه، هو المؤسسات ديال بلادنا. وبالتالي هذا الامر هذا راه نجي لهذا القانون. هذا القانون المعاش شنو هي الحكايه ديالو؟ باش دابا نقدم الناس الذين استفادوا في السابق من المعاشات، نقدمهم وكانهم كانوا يسرقون والريع وكذا وكذا. هذا جاء قانون في 93، في 93 كان قانون ينظم، جاء قانون ينظم معاشات البرلمانيين، ومن واستفاد منه مقابل أداء واجبات البرلمانيين من 84، من البرلمان ديال 1984 حتى 1 أكتوبر 2017. في 1 أكتوبر 2017 وقفات القضية، وقفات القضية. إذن وشحال كانوا تيديو باش الناس يفهموا؟ اللي دوز ولاية كان تيدي 5000 درهم في الشهر، واللي دوز ولايتين كان تيدي 7000 درهم في الشهر، واللي دوز 3 د الولايات كان تيدي 9000 درهم في الشهر، باش الناس يعرفوا. لانه هاد المؤثرون تيقدموا الملايين، تيقدموا الملايين وتيلعبوا على التأجيج بين وضع ووضع، ويقارنوا الذي لا يقارن. اذا 5000 7000 9000، والسبب النزول ديالو خصهم يرجعوا ليه، يرجعوا للسبب النزول ديال المعاشات ديال البرلمانيين الذي حنا غنصفيوه، ولكن غير باش يعرفوا الناس. راه خرجوا نواب من هنا، لانه ملي تترجع نائب تتوقف النشاط المهني ديالك، سواء كنت في القطاع، بل في بعض الاحيان تكسر الديناميه ديالك، تتكون صاعد محامي ناجح، طبيب ناجح، رجل اعمال ناجح، محامي ومحاميه، طبيب وطبيبه، رجل وامراه ديال الاعمال واخره، وتكسر، تتقول اودي بقناعة، تدخل غندخل نساهم في الشأن العام، غادي ناخذ من الوقت ديالي ومن الراحة ديالي ومن داكشي اللي كنت عاطيه للعائلة ديالي ومن داكشي اللي كنت نربح غنعطيه للشأن العام نعاونه. وهذا الشيء اللي كاين، راه ما كاينش شي طريق أخرى غير أنه المؤسسات تعاون، تجي تتهرس المسار ديالك المهني الخاص أو العام وتدخل تيقول لك ما تشد والو. راه الناس خرجوا من هنا كانوا تيسعاو 93، 93 يرجعوا الناس ويسولوا، سألوا أهل الذكر، سألوا أهل الذاكرة، أهل التاريخ، راه هذه البلاد عندها واحد التاريخ. وجاءوا الناس يقولوا كيفاش؟ هذا وقف، هذا هرس المسار ديالو، كان عامل رجع، عطاوها 5000 و7000 و9000، وبقى داك الشيء مقابل مساهمات، مقابل مساهمات. وبقى داك الشيء ماشي من 84 ل 92 هذاك الماضي، وثم من 93 إلى 1 أكتوبر 2017 تما فاش وقفنا على حقيقة. وهنا خصني نقول واحد المسألة. النظام ديال المعاشات فيه جوج ديال المواد اللي ما رد ليها البال حتى واحد، وكنردوا ليها البال ما غنوقعوش في هذه القضيه هذه. كاينه الماده 4 اللي تتقول يتعينوا، منين تشوفوا التوازن اختار انوضوا ضربوا الفقد في راسكم، ما داوهاش فيها. الماده 10 تتكلم على لجنه التحقق من توازن النظام، هذه لجنه التحقق ما دارت حتى شي حاجه، والمسؤوليه ديال البرلمان وديال الحكومه، لان فيها مسؤولين من البرلمان ومسؤولين من الحكومه ومسؤولين من الصندوق الذي يسهر، ما اجتمعاتش. وبالتالي ملي ما دارش هذا الشيء في الوقت المناسب، رهبان وصلنا للحقيقه، انه الحقيقه الواحده ان هذا الصندوق خصو يتسد. علاش؟ لان ملي ما دارش ذاك الشيء في وقته، اصبحنا 395 نائب ونائبه و120 مستشار ومستشاره في المجلس المستشارين، في 120 هذو خدامين على الف ديال الناس، خصهم ديك المساهمات ديالهم تخلص التقاعد ديال 1000 الناس، غير ممكن بالحساب اللي عنده الرياضيات، ما يمكنش. لذلك الصندوق في 1 أكتوبر 2017 توقف، ما
مابقاش الاخوان والاخوات النواب والنائبات اللي خرجوا في الولايه السابقه ما شدوا حتى درهم، واللي كانوا تيشدوا في السابق توقف. اذا دابا ما كاينش شي نائب او نائبه في المغرب سابق او اللي كاينين اللي تيشدوا ولا درهم واحد من نظام المعاشات، لانه في 1 اكتوبر 2017 جا الصندوق قال لك انا غادي نوقف، لم يعود قادرا. من شنو درنا احنا من انذاك؟ من 1 اكتوبر نتكلم بعدا، غير من 1 اكتوبر ل 17 يناير 2018 فاش فريق العداله والتنميه قدم مقترح ديال التصفيه، درنا عده محاولات كفرق وكمجموعه نيابيه تنقلبوا شنو على الطرق ديال الاصلاح، ولكن كاملين رفعنا شعار واحد انه الاصلاح ما يكونش على حساب الميزانيه ديال الدوله، ما يمكنش تطلبوا من الميزانيه ديال الدوله ولا درهم واحد. هذا هو الشعار اللي كان عندنا انذاك الساعات. انذاك بالدماغ ديالي ديال الرياضيات عرفت سي اون ايكواسيون انسولوبل، ما يمكنش انت تتقول ولا درهم من ميزانيه الدوله وغادي تصلح باينه ذاك الساعات بالماط. السياسه ما السياسه قتل السياسه تدير الماط وتتخلي شويه الوقت. الرياضيات كانت تتقول هذا النظام غير قابل للاصلاح، ولكن سياسيا خص الاقناع ديال البعض، بعضنا البعض ونوصل. قدمنا احنا في 17 يناير 2018 قدمنا مقترح ديال التصفيه ديال النظام مره اخرى، وتنقولوا يضمن هذا المقترح يضمن عدم اللجوء الى ميزانيه الدوله لسد عجزه. هذه كانت عندنا خط احمر، ما نطلبوش من الميزانيه ديال الدوله ولا درهم واحد من اجل تصفيه هذا النظام ويتوقف هذا. من بعد بقينا حتى جاء يونيو 2018 السيد رئيس مجلس النواب مشكورا قاد واحد العمليه مع جميع الفرق تنبحثوا على حل جديد مرة أخرى دون اللجوء إلى ميزانية الدولة. بقينا تنفكروا هي فاش جا واحد المقترح آخر تيقول النواب ما يستافدوا حتى يوصلوا ل 65 عام، اللهم طولك يا روح حتى توصل ل 65 تؤدي الخمس سنوات أو ال 15 أو ال 20 أو ال 25 اللي قضيتي في البرلمان وما تستافد وتم التقليص ديال 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 المستوى ديال الاستفادة. حتى يوصل النائب او النائبه ل 65 عام عاد يبدا يستافد. وتقدم هذا المقترح لم ينل الاجماع، كنا تقريبا قرابين من الاجماع، واخا هذاك الحل ما عندوش معنى من الناحيه العمليه، كنا غنزيدوا شويه غنقفوا. دابا اليوم الكل مجمع على انه لم يبقى الا حل واحد وهو التصفيه، وبالتالي انا تنعتقد السيد الرئيس هذا هو المسار اللي دزنا فيه في الاصلاح، هذا هو النظام ديال التقاعد. اليوم نحن نحتاج الى الحسم، وهذه القضيه ديال تاجيل السيد الرئيس حنا ما متفقينش عليها، ماشي ما متفقينش على التاجيل اللي طلب السيد الرئيس. انا نقول لك المنطق كاين البعض اللي تيقول لك هذه ماشي المناسبه، بالعكس هذه هي المناسبه، لان مره اخرى اللجنه الماليه قامت بالدور ديالها وما عندها علاش يعيب عليها شي واحد انها لم تقوم بادوارها في امور اخرى، في الدفاع على القضايا الشعبيه، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاجتماعي، الجائحه، كنا دائما في الموعد وما زلنا. اليوم بالعكس هذا هو الموعد، هذا الموعد اللي باش نعطيه واحد الاشاره ان هذا الموضوع يتطوى ويغلق نهائيا. اليوم نحن كاملين متفقين كيف ما كنا متفقين في الاول، ما اختلفنا في بعض التفاصيل، اليوم متفقين على التصفيه، هي على التصفيه. ولكن اذا كان السيد الرئيس مع الساده الرؤساء غادي يديروا اجتماع مع الصندوق هذا جيد، لانه الصندوق غادي يجيب التفاصيل التقنيه ويعطي المعطيات وداك الشيء، ولكن حنا في اللجنه السيد الرئيس حنا في اللجنه ينبغي أن نتفق على آجال محددة ومدققة. السيد الرئيس والسادة الرؤساء على عينينا هما اللي قالوا لنا شنو نقولوا. الرئيس ديالي بعدا. آخرين ما لا 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 هذا الأمر غدا كاين اجتماع على مستوى السيد الرئيس مع الرؤساء. حنا كلجنة ديال المالية هذيك المعطيات التقنية دابا الهدف مرة أخرى هو التوقيف ديال هذا الصندوق والتصفية ديال هذا الصندوق، كل شيء تيقولها نديروا لراسنا واحد الأجل معين. غدا كاين اجتماع الرئيس مع الرؤساء نقولوا من هنا أسبوع أو مباشرة من بعد الاجتماع ديال غدا دار اللجنة على مستوى اللجنة المالية لجنة تقنية باش توجد مقترح قانون اللي هو بهذا الهدف ديال التصفيه، بناء على الخلاصات ديال الاجتماع ديال السيد الرئيس مع الرؤساء، بناء على المعطيات التقنيه اللي غادي يعطونا، ومن بعد 15 يوم تبرمج اللجنه كي يعرض هذا القانون، هذا المقترح القانون ويصوت عليه. فرجاء السيد الرئيس
مع الاخذ بعين الاعتبار الطلب ديال التاجيل وكل الطلبات المتعلقه دابا ما دمنا متفقين ومجمعين على التصفيه وعلى انهاء هذا الصندوق. المساله الاخرى كل شيء ديك المعاشات الاخرى احنا منفتحين على كل شيء. الجمع ديال التعويضات راه واحد كاين واحد المغالطه تدور دابا. المراد بالجمع ديال التعويضات هو النائب والرئيس الجامعه بحال الحاله ديالي انا باش نجي ليها نيشان. ولكن دابا الى غنتكلموا على الجمع ديال التعويضات، اولا هذا الرئيس المعني راه تيقوم بمهام، ثانيا واش اللي هو محامي لا يجمع بين التعويضات؟ المحامي ما عندوش ديتاشمون، المحامي راه تيخدم في المكتب ديالو الوقت اللي تيبقى ليه وتيخدم. واش الطبيب ما تيخدمش؟ واش الموثق ما تيخدمش؟ واش المفوض القضائي ما تيخدمش؟ واش صاحب الشركه ما تيخدمش؟ وبالتالي ما نبقاوش نركزوا على واحد ديك الحلقه الضعيفه وننساو كل شيء. الا بغينا نجمع التعويضات مزيان، الا كنت نائب برلماني نائب برلماني سدوا علينا هنا، سدوا علينا هنا. ولكن غير باش ماشي دابا بعض الرؤساء تيقول لك اودي ما خصش يكون رجل هنا ورجل هنا، ولكن هذا رجل هنا ورجل هنا. ملي تنتكلموا على التعويضات انا ملي تنخرج ما عندي حتى شي حاجه من غير هذا الشيء. المحامي تيمشي يخدم على راسه، الطبيب تيمشي يخدم على راسه، الموثق تيمشي يخدم على راسه، المفوض القضائي تيمشي يخدم على راسه، صاحب الشركه تيمشي يخدم على راسه. وبالتالي هو يجمع بين التعويضات او لا يجمع بينها. باش ما نبقاوش هذاك راه مره اخرى غنختم بهذه القضيه. راه حنا لن سننتصر على الشعبويه. وهذا واجب علينا، واجب علينا، واجب علينا، بالرغم من داك الشيء من ديك التدوينات ومن ديك ديك التلبيس ومن ديك المغالطات. لا راه الحق، الحق ابلج، الحق يصدح في الوجه ديال الترهات. واما 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 ولكن اللي تيوقع هو انه تنبداو نرجعوا اللور في امور اساسيه ديال اللي عليها واقفه البنيان ديال الدوله. وتنبداو نرجعوا اللور ونخليو ما يسمى، انا ما فهمتش انا بعد ديك المجلس ديك هاد انا والله بغيتكم تشرحوا لي هذه القضيه ديال المؤثرين اللي يسمعوا رجعوا تيتصنتوا لهم في اللجان وفي كذا. شكرا. واحد راه تيهبط يقطع الصباط باش يصوتوا عليه 10000 ولا 20000 ولا 30000 ولا 90000، وواحد جالس تيكتب في الفيسبوك تيعيطوا ليه يتصنتوا ليه، ورئيس الجامعه ما عيطوليش، ورئيس الجهه ما عيطوليش، ورئيس كذا ما عيطوليش، والنائب ما عيطوليش، والنائب ما عيطوليش. واش هذا هو المؤسسات؟ شكرا السيد الرئيس، السيد النائب، السيد ادريس الازمي. الكلمه للاسره المعاصره. حسن حياه. نعم تفضلي السيده النائبه حياه بوفراشن عن الاصاله والمعاصره. شكرا السيد الرئيس، الاخوه والاخوات الزملاء. يسعدني باسم فريق الاصاله والمعاصره ونيابه عن رئيسه ان ادلي بدلوي في هذا الموضوع. طبعا هذا موضوع مهم جدا، خاد يعني لن اقول ما يكفيه، ولكن خاد حظ من النقاش مستفيد سواء داخل مجلس النواب وفي كل هياكله او داخل الاحزاب بين مناضليه، وكذلك عرف نقاشا مهما داخل المجتمع المغربي. وكنا نتابع هذا النقاش بكل اهتمام وبكل مسؤولية. ولكن قبل أن أحسم في رأي الفريق أو في رأي الحزب على العموم، لابد أن أذكر بأن حزب الأصالة والمعاصرة قد كان سباقا في تقديم قانون بمجلس المستشارين في 2017، يعني وهذا القانون كان يذهب إلى أن النائب أو المستشار هو حر في المساهمة أو إعداد معاشه بالطريقة التي يراها، على اعتبار أن الدولة لا بد أن ترفع يدها عن حصتها، بمعنى أن النائب ولا المستشار البرلماني هو حر، بغى يهيئ شي معاش ديالو يوجد له بحال شي تأمين تكميلي هو حر. ولكن الدولة المغربية والخزينة ديال الدولة
ما تساهمش بصفة نهائية. هذا هو الرأي اللي كان في البداية في 2017 واللي تطرح في قانون مجلس المستشارين على الأساس أنه كان غادي يأخذ طريقه باش أنه من بعد يتحل على مجلس النواب. المشكل هو أنه بطبيعة الحال في هذا يعني في هذا الخضم هذا النقاش هذا اللي كان داخل مجلس النواب وبطبيعة الحال داخل المجتمع المغربي، الأصل والمعاصرة بهذا الرأي ديالها اعتبرت جوج المسائل. أولا المبادرات الشخصية للنواب داخل الفريق اعتبرته بأنه تحصيل حاصل وبأنه المفروض أن كل نائب داخل الفريق أن يدافع على الطرح على اعتبار أن الطرح كان كيمشي نحو أنه الدولة المغربية والمواطن المغربي ما يساهم حتى درهم في هذه المسألة، اللي بغى يدير المعاش للرسول الله يعاون. وبالتالي فما كناش بغينا نشوشو على هذا الرأي هذا وبغينا نتعبؤ حوله. المسألة الثانية هو كذلك نفس الشيء كون أن حزب الأصل والمعاصرة يعني ما لم يكن من الموقعين على المقترح اللي جا به مجلس النواب طبعا، واللي يعني كان عرف توقيعات ديال يعني الفرق الأغلبية وبعض فرق المعارضة على اعتبار دائما أنه عنده رأي وعنده قانون حطه وبأنه خصو يتبعه، ربما إلى يحتاج إلى تنقيح إلى تعديل هذا، ولكن كيعني أن هناك يعني رأي مكون ولابد التعبئة حوله. الآن هل يعني هذا الموضوع هو كنناقشوه في وقته؟ رأي الفريق يعتبر أن هذا النقاش جاء في غير محلي في هذا التوقيت، هذا لا يعني أننا مع الإبقاء على معاش النواب، بعيد عن هذا الطرح بتاتا، ولكن كنعتبر بأن اليوم المجتمع يعني المحلي والمجتمع الدولي عنده مشاكل أعوص من هذا، وكاين أزمات اقتصادية عبر عليها صاحب الجلالة في افتتاح البرلمان بكل واقعية وبكل براغماتية، وأعطانا خطة طموحة لإنعاش بل ولإنقاذ الاقتصاد الوطني بآجال معلومة وتكلفة محددة. الشيء اللي كيجعل أننا اليوم وحنا على أبواب مناقشة قانون المالية 2021 كنعتبروا بأن الهم الأول والأخير ديالنا هو أن هذه الطموحات الكبيرة ديال صاحب الجلالة وهذا النفس الإيجابية دياله خاصها تلقى التنزيل ديالها على أرض الواقع ونلمسوها في المعاش اليومي للمواطن المغربي، وبالتالي خصنا نركزوا على هذا الموضوع هذا ويمر قانون المالية بسلام ونحسوا بأن فعلا كنا مع الموعد وفي الموعد وبأننا قد المسؤولية، لأن كان الخطاب موجه طبعا للبرلمان ولنواب الأمة إلى الشعب ومن خلالهم إلى الشعب المغربي، وبالتالي كان لابد أن نلتف حول هذا الموضوع وحول هذه الاستراتيجية الوطنية لإنقاذ الاقتصاد الوطني قبل أن نشتت يعني جهودنا وذكائنا الاجتماعي في مواضع أخرى. وبالتالي أنا كنظن بأن يعني الرأي الأول أو التوجه الأول هو هذا، هو أننا بغينا نركزوا أولا وبعد ذلك نمر إلى النقاش اللي خصنا نناقشوا حول هذا الموضوع ديال المعاش اللي وحده هو بطبيعة الحال عنده أهميته وشغل الرأي العام الوطني لمدة طويلة ولا يزال يشغله. المسألة الثانية ديال اللي بغى يعبر عليها الفريق هو أنه اليوم في هذه الظروف ديال الجائحة تقريبا ثلاثة الأرباع ديال النواب ما كيجيوش لأن ماشي ما بغاوش، بل هناك تداول وهناك تناوب على الحضور. وبالتالي فذاك النقاش اللي كنا كنفتحوه، ذاك التشاور اللي كنفتحوه جماعي في الاجتماعات الأسبوعية ديال الفريق وديال أعضاء الفريق غير متاحة اليوم. احنا اليوم الفريق
يعني في يعني في الاستشارة الأخيرة والنهائية حول هذا الموضوع بكل الوسائل ديال التواصل والاتصال المتاحة باش أنهم يعطيوا الرأي ديالهم النهائي باش ماشي غدا وبعد غدا منين يعني يعبر الفريق وكذلك الحزب على رأيه النهائي في هذا الموضوع يخرج لنا صوت نشاز ويقول لنا ودي أنا ما استشرتوش معايا. إذا هذه واحد ديمقراطية تشاركية وهنا نكملها يعني بالشكل ديالها يعني النهائي. الآن السؤال اللي غادي يقدر يطرح المواطن والناس اللي كيسمعونا الآن وكيتبعونا وحتى النواب الحاضرين الزملاء والزميلات يقول هل أنتم مع الإلغاء مع التصفية واش أنتم غادي تخرجوا من الصف؟ طبيعة الحال المغرب كاين شوية ديال الصداع السيد الرئيس إذا سمحتم. بطبيعة الحال حزب الأصالة والمعاصرة حزب مواطن حزب مسؤول لا يمكن أن يغرد خارج الصرب. وإذا كنا احنا اليوم في 2017 كنا السباقين لهذه المسألة كيف اليوم أننا غادي نغردو خارج الصرب؟ طبعا إذا كان الإجماع على الإلغاء والتصفية سيكون رأي الحزب ولكن طبعا بعد يعني التركيز والاهتمام بالأهم وطبعا بعد أن نحمل كل نائب من النواب ديالنا 103 قدم مسؤوليتهم ويعبروا على رأيهم لأن هذه مسألة تهم يعني شخص النائب حد ذاته ومصيره. شكرا جزيلا. شكرا السيدة النائبة حياة بوفراش على الأصالة والمعاصرة. الكلمة السيد الرئيس توفيق كميل. شكرا السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين. السيد الرئيس، بداية أود أن أقول للسيد الرئيس أننا اليوم كنناقشوا واحد الموضوع اللي خصنا نناقشوا بكل مسؤولية ووطنية. ما يجيش واحد يعطينا الدروس بعيدا عن كل مزايدات. اختار ما كيداش الميكروفون هذاك. تعينوا فيك الرئيس. نعم؟ ما قلت والو. لا هو هذا ديالي منفصل ها باش كيقطع. أقول أننا اليوم يجب أن نناقش هذا الموضوع بعيداً عن كل المزايدات وعن كل الشعبوية وما يجيش واحد يعطينا الدروس. اليوم يجب أن نتحمل مسؤوليتنا كاملة بكل وطنية ومسؤولية. اليوم خصنا ما نجمعوش بين هذا الموضوع وبين طموحات انتخابية. احنا ما كنديروش به انتخابات حيت حكا واحد الوقيت المواطن كيقول الحد من المعاشات ديال البرلمانيين. نجي اليوم باش نقول لي راني استجبت لك راني جبت مقترح راه انا لا سيدي. اليوم السيد الرئيس حنا كنناقشوا هذا الموضوع في واحد الظرفيه اللي الناس راه كتموت يوميا في السبيطارات. كاينين مواضيع ذات اولويه. اليوم السيطرة على الحالة الصحية فلتات من يدينا السيد الوزير السيد الرئيس. اليوم الاقتصاد ديالنا تدهور بسبب ديال هذه الجائحة. إذا كاين ما هو أهم من هذا القانون. ومن غير ناقشوا السيد الرئيس هذا القانون ما يمكنش ناقشوه كمعاش البرلمانيين. خصنا ناقشوه كمعاش. اليوم إذا بدأ إفلاس ديال الصندوق ديال البرلمانيين ربما الإخوان كيقولوا تصفية وربما الفريق يقدر يمشي في التصفية. علاش أنا كنقول بعيدا عن الشعبوية؟ راه كان إمكاني اليوم كفريق جبت أنا مقترح ما نقولش أنا التصفية. أنا نقول أي منتخب حتى ديك لاندي ميلي تيموسيان ما يبقاش ياخذها وأنا غنخرج الشارع وأنا غندير انتخابات. ولكن لا أنا راه شوف راه كنعرفوا الأمور كيف ما كتمشى وكنعرفوا هذاك المنتخب وهذاك البرلماني اللي كيجي هنا السيد الرئيس كنعرفوا اشنو كيتسوى ليه هذيك المجيه. راه كيف ما قال السيد الرئيس الازمي ان راه كاين اللي خلى التجاره ديالو كاين اللي خلى البوست ديالو. كتعرف بان حتى ذاك الموظف كيكون عنده الخيار بين
لاندي منتي لاندي منتي هذه وحنا اليوم ما بغيناش نديرو الشعبويه ونجيبو لكم هذه المساله ونجيت انا نقول السيد برمج لي المقترح ديالي ونوض ندافع عليه ونخرج انا للصحافه لان راه مع كامل الاسف راه حنا شفنا ما وقع في الصحافه هذه الايامات وشفنا ما وقع في لي ريزو سوسيو ما بغيناش نستغلوا هذا المشكل ونخرج ندير به انا السياسه اليوم تخيل معايا السيد الرئيس الى غندوزوا على هذا القانون بمعاش البرلمانيين تخيل معايا غدا الصندوق تاع الموظفين يوقف فين غنوليو وديال المأجورين يوقف فين غنوليو غيولي كل واحد كيخلص الثمن اليوم راه دوزناها ب 65 عام غدا باش غندوزوها غيبقى المواطن كيخلص اذا الى غناخذوا المعالجه ديال هذا القانون خصنا نعالجوه بالقانون ماشي بلا قانون السيد الرئيس اليوم انا ما عرفتش كيفاش انا اليوم مطالب كفريق انني ناخذ لا بوزيسيون ديالي ولا لا بوزيسيون راه واضحه راه هذيك المعطيات البسيطه اللي عندنا راه كيبان لك ما يمكنش تزيد القدام في غتزيد ولكن يجب السيد الرئيس باش نكونوا شويه ديمقراطيين راه كاين واحد الفئه كيهمها هذا الموضوع ومشكله في واحد الجمعيه على الاقل نتسنطوا لها راه كاين اللي ديزا في الصدقه السيد الرئيس صحيح راه غنكونوا مجحفين صحيح اليوم نقولوا السيد الرئيس واحد السيد اللي باقي عنده ميستر عليه الله وباقي عنده باقي عنده باقي عنده باش يعيش ولكن هذاك السيد الاخر اش غنديروا ليه خصنا نستمعوا ليه راه غنشوف التصفيه ولكن كيفيه ديال التصفيه حنا غدا يلاه غنستمعوا لهادو باقي ما عرفناش ما عرفناش اشنو سبب الافلاس ديال هذا الصندوق السيد الرئيس اليوم كيتكلم على لجنه التحقق راه خصها تحمل المسؤوليه ديالها هادي وهنا راه المسؤوليه بالمحاسبه ماشي علاش انا غنجي نهار اللي كحكا بغينا نعينوا هذه اللجنه نجي نتسابق ندخل والعمل ديالي ما نديروش الا كانت هذه اللجنه هادي تات اتيغي لا سونيت دالارم هادي شحال من سنه راه ما كناش نوصلوا لهاد راه اليوم السيد الرئيس احنا استقبلنا واظن ان الاخوان كلهم من الفرق كلهم استقبلوا الجمعيه ديال النواب القدام وشفنا فيهم بعض الحالات اللي عندهم امراض مزمنه وحتى لا ميتيال قطعناها عليهم بين عشيه وضحاها اسيدي راك تعاقدتي معايا في واحد الوقيته تحمل مسؤوليتك تعاقدتي معايا تحمل مسؤوليتك ما تجيش اليوم قول لي الصندوق خواتي في حالك اذا احنا انا مع اي قرار اللي غيبان لنا معقول ولكن ما يمكنش ليا نبني راي وانا ما عنديش معطيات راه خصني معطيات السيد الرئيس والاخوان رؤساء الفرق راه كيعرفوا ان في كل اجتماع تاع رؤساء الفرق كنا نلح على هذا الموضوع وكنا نلح انه يجيو هاد الناس ديال الصندوق يعطيونا معطيات مزيان شي السيد الرئيس اهم حاجه في هذه البرمجه ديال المقترح اليوم هو على الاقل غدا غيجيو عندنا هاد الناس راه دينا سنتين حنا كنطالبوا بهاد الناس يجيو عندنا راه ما جاوش عندنا غير نعرفوا باش غدا ملي غادي يجي واحد الشخص متضرر من هاد القرار اللي غادي ناخذوه نقول لهم كاين راه كاينه ها علاش حنا ما عارفينش علاش كنقولوا غنمشيو للتصفيه حنا راه كفريق راه غنشوف التصفيه اذا كانت التصفيه هي الحل راه غنمشيو للتصفيه ولكن كنقولوا ما يمكنش نتسرعوا ونبنيو قرارنا بدون اي معطيات خاصنا تكون عندنا معطيات مساله اخرى السيد الرئيس هذه البرمجه ديال هذا القانون هذه المقترحات ديال المعاشات لكن كاين عندكم مقترحات اهم من المعاشات السيد الرئيس لان شوف نقول لك الصندوق راه مشى انا غير كتسولني ككامل توفيق ودوك المعطيات البسيطه اللي عندي راني متاكد بان الصندوق مشى ولكن نعتقوا اللي جاي في الطريق بعدا اللي باقي مهم اننا ممكن اننا نعتقوه وحنا مقبلين على قانون المالي راه اليوم السيد الرئيس انا كنقول لك الحاله الصحيه والاقتصاديه والاجتماعيه راه ما كتبشرش بالخير الى سيدنا جاب هاد النقاط كلهم اللي جا في الخطب الاخيره ديالها وغنخليو اللي جا التحقق بحال هذه ديال الصندوق اللي غتمشي تسيرو راه المغرب حمى الله هنا اللي خصنا نديرو دي كارد فو ما هذاك الشيء اللي مشى
مشى مشى. إذن هنا هادو هما النقاط اللي خصنا نشتغلوا عليه. وكنزيد كنأكد السيد الرئيس اللي بغى يعطي الدروس يمشي يعطيهم في جهه اخرى، ما يجيش يعطيهم لنا هنا. وشكرا. شكرا السيد الرئيس توفيق كميل. الكلمه للسيد الرئيس نور الدين مضيان. بسم الله. بطبيعه الحال بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس. بطبيعه الحال كما اشار بعض الزملاء الى ان هناك ملفات لها راهنيه واولويه اكثر واكبر من هذا الموضوع الذي نعاشه اليوم، نعالجه اليوم ونناقشه. هناك الاثار ديال الازمه ديال كوفيد 19، الاثار الاقتصاديه والاجتماعيه. هناك تدهور في كل شيء. هناك تراجع في الارقام مخيف ومرشح للارتفاع للاسف الشديد. إذن فلذلك دور البرلمان وللحكومة يجب أن يضع هذه الأمور في أولوياتها. ما حاش البرلمان النواب توقفت هذه 4 سنوات، ماشي اليوم. فلذلك السيد الرئيس طبيعة الحال فقط المسألة الوحيدة التي تستفزنا جميعا وهي أن يستمر الاقتطاع مقابل ماذا؟ كيقتطعوا للنائب 3000 درهم تقريبا مقابل ماذا؟ لفائدة من؟ لفائدة الصندوق؟ لفائدة السي دي جي؟ لفائدة الموظفين؟ إذن أولا وقبل كل شيء يجب أن نضع الحد لهذا الاقتطاع الأول. باش غادي 4 سنين هما كيقتطعونا ولا استفادة من التقاعد فعلا، هذا من جهة. فلذلك بما أنه أثر هذا الموضوع فيه كلام كثير. بطبيعة الحال في زمن ما في وقت ما تم الإجماع على صيغة معينة للتعديل أو للإصلاح، فيه 65 سنة، فيه رفع الاكتتاب، رفع نسبة الاقتطاع بالنسبة للنواب، فيه مجموعة من الحلول لا تكلف ميزانية الدولة أي ذرة، فيها صيغة مختلفة. نعم، فلذلك الآن اولا خصنا نرجعوا لاسباب النزول ديال هذا التقاعد. راه ما درته انا وما درتيه انت وما داروا شي واحد اخر، كان عنده اسبابه في زمني بلا ما ندخلوا في التفاصيل. لاسباب موضوعيه فعلا كما اشار احد الزملاء، وكلنا نعلم من النواب السابقين ولا اقول المتقاعدين لكي يمروا بازمات يعني اجتماعيه حقيقيه وصحيه. فلذلك كان من الأجدر علينا وبطبيعة الحال المقترح اللي كان بإمكانه أن يصحح ويعدل. التقاعد ليس للجميع، والتقاعد ماشي بالمفهوم ديال الآخر، ولكن هذه مساعدة نعتبروها احنا تقاعد تضامني. أنا عندي 25 سنة وأنا أؤدي لفائدة من؟ لفائدتي أنا في البرلمان وغيرك كثر، ولكن أنا كنأدي تضامنا مع الآخرين، ولكن ليس تضامنا مع الميسورين، الناس اللي ما عارفينش واش عنده تقاعد ولا ما عندوش. هذه من الأخطاء التي ارتكبت يوم التأسيس لهذا التقاعد. كان من الواجب أن نميز بين من يستحق وبين من لا يستحق. والآن كان من النواب يعني لحد الآن طبيعة الحال الله يسر، ولكن ما وقفش على التقاعد، ولكن هناك بعض الاسماء انتم كتعرفوهم وحنا كنعرفوهم. المورد الوحيد اللي كان عندهم هو ذلك التقاعد وتوقف. خصنا نفكروا فيهم. اما كنوابا ولا كمجلس لابد، لان هادو كيحملوا واحد الصفه سابقه واداوا الخدمه هنا داخل المجلس، وثانيا حتى هيبه المجلس ملي كتحافظ على كرامته راه كتحافظ على كرامه المجلس. يعني هنا لابد يعني من التفكير في صيغه معينه، ولكن دائما نحن في الفريق الاستقلالي بعد ما تطور هذا الموضوع كنقولوا سيدي نعم نحن مع الاصلاح، ولكن اي اصلاح؟ اللي ما يكلفش ميزانيه الدوله اي درهم. بغينا نديروا التقاعد، ولكن التقاعد كل واحد يتكلف بالتقاعد ديالو، يكون اختياري. على كل هذه سياق ونتمنى انها نناقشوها فيما
فيما بعد. ولكن بالنسبة لنا غير الناس خصهم يعرفوا أن هذا تقاعد تضامني، راه يختلف عن التقاعد الآخر. صحيح بأن هناك جزء طبعة الحال من ميزانية الدولة، ولكن هذا يمكن تداركه وتصحيحه، راه بإمكاننا. ولكن باش نعم التقاعد على كل شيء، متى حصل المشكل؟ 30 سنة تقريبا التقاعد ساري مفعول، حصل المشكل ولأسباب كتعرفوها بعد إفلاس الصندوق. وشنو هي أسباب الإفلاس؟ ما عمرنا طرحنا هذا السؤال. من المسؤول؟ ربط المسؤولية بالمحاسبة. هذا الصندوق شكون اللي وصي عليه؟ شكون اللي فائدة؟ شكون اللي كيسيره؟ واش سي دي جي أفلس باش غادي تفلس هذا الصندوق؟ إذن هذا السؤال ما عمرنا طرحناه. ربط المسؤولية بالمحاسبة. وثانيا نحن عارفين متى أفلس بالمفهوم الضيق للإفلاس، بعد إقحام أسماء كيعيشوا ولاية وحده وكيمشيو بحالهم. معقول جدا، ليس من المعقول واحد عنده 25 سنة يشد التقاعد، ليس من المعقول واحد عنده 30 سنة يشد التقاعد. فلذلك جبنا السياق ديال 65 سنة مقبولة إلى حد ما، ولكن منطقيا هي هذه. إذن على كل بلا ما ندخلوا في التفاصيل الآن، هذا الموضوع ماشي موضوع للشعبوية ولا للتسييش ولا للمجايدات، كان موضوع مطروح للنقاش هنا، كان مجموعة من الصيغ. الآن هذا الموضوع السيد الرئيس راه حكم على نفسه بالإعدام هذا 4 سنين، راه ما كانش تقاعد شئنا أم أبينا. ولكن فقط خصنا نفكروا في إيقاف هذا الاقتطاع. هذا علاش تقطع عليا 3000 درهم؟ أنا تقطع عليا الجمعية الخيرية هي أنا معك، ولكن تقطع عليا السيدي جلة؟ هذه هي الأسئلة اللي خصها تطرح، هذه هي الأسئلة اللي خصها تطرح. إذن هنا خصنا نشتغلوا في هذا الإطار السيد الرئيس. إذن هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنا ما خصناش نفكروا في التصفية ديال الصندوق ديالنا فقط، خصنا نفكروا في تصفية الصندوق ديال المستشارين. حتى هما برلمانيين، حتى هما كيتخضوا الدولة كتدخل لهم مبلغ معين شهريا، راه ما يمكنش. هذا الصندوق هي يعني خلق في نهار واحد خصو يموت في نهار واحد، صلت عندي. وثانيا هي مناسبة باش نعلنوها اليوم، إنهاء تقاعد الوزراء، راه ما يمكنش. الوزير ما كيعطي شهريا مساهمة كياخذ 4 مليون بأي حق، وحنا نازلين على النواب اللي كيعطيو 3000 درهم في الشهر، وفينا الفقراء وفينا المحتاجون وفينا كذا وكذا. ولا سيدي، وهذا الوزراء حتى شي واحد ما هضر عليهم. احنا من هذا المنبر نقول ونؤكد انه لا بد من طرح الموضوع. احنا في ازمه، كاين الازمه في البلاد حاليا اقتصاديه واجتماعيه، نوقفوا هذا الريع ديال الوزاره، ما محتاجينش ليه، كونوا على يقين لا احد محتاج الى ذلك. 40000 درهم بزاف. وثانيا باي حق باش غادي تعطى لهم بدون حتى مساهمه ديالهم؟ فلذلك أنوق هي مناسبة كذلك لمراجعة الأجور العليا اللي كاين الآن، كلهم هي ما تأثرتش بكورونا، خدامين الأجور العليا التعويضات العليا إلى آخره. إذن هذه هي المناسبة باش غادي نثيروا هذه المواضيع الكبرى اللي كتنخر مالية الدولة وميزانية الدولة، وكذلك نقضيوا على الريع في كل تجلياته وأشكاله، الريع في جميع المجالات، في المقالع، في الضرائب، في كل شيء. فلذلك السيد الرئيس هذا هو يعني بالنسبة للأخر يعني هذا الموضوع هو كبير، موضوع واسع، ولكن ما فيها بس. احنا كنقولوا دائما أنه دائما المبدأ الأساسي اللي يبغى في ظل الوضعية الحالية اللي يبغى التقاعد يخلصوا من جيبه. وثانيا لا بد من التفكير في واحد الفئة، لأنه حتى إذا ما كتب العمر لهذا التقاعد يجب أن نميز بين المحتاج وغير المحتاج. أنا المنظر ديالي كأستاذ التعليم العالي أحسن من المنظر ديال النواب، ما عندي ما ندير بالتقاعد، أنا أتضامن مع المحتاجين. النواب اللي أداو الرسالة ديالهم في هذه القبة وغير كثر. فلذلك
الى بغينا نفتحوا في شموليته راه خصنا نفتحوا في شموليته وكونوا على يقين والله حتى شي حد ما يعيب علينا. اذا كان ذلك التقاعد يسير ويصب في اتجاه من يستحقه، ولكن كونوا على يقين الان انه الناس عندهم تقاعد والله ما عارفينه، عندهم هالتعويضات ديال المجلس والله ما عارفين فين كتمشي ولا فين كتدخل، يسر عليهم الله. ولكن كاين اللي كيستناها بالنهار والساعه. بل واكثر من ذلك زدنا للتاني بالله وقفنا لهم التامين الصحي، وكلهم هذوك كيعيشوا ازمات صحيه، عندهم امراض مزمنه. فلذلك عاد بدينا كنرقعوا فيها بطريقه او باخرى ترقيع، ماشي للاسف الشديد كل ما نقوم بما يقوم به المجلس هو ترقيع لايام وشهور، في حين انه الوضعيه ديال الصحيه خصنا حنا نضامنوا ونخلصوا عليهم هذوك الناس اللي مجي. فلذلك السيد الرئيس راه كاين واحد الفئه وانت تعرفها وانا اعرفها، راه كيجيو عندنا حنا اللي كنساعدوهم من جيوبنا ومن اكتتابات الفرق، ما عندهم باش يعيدوا، ما عندهمش مراضين، ما عندهمش باش يشربوا الدواء. نشوفوا هذه الفئه كيفاش نقلبوا ليها على صيغه من الصياغ دون الفئات الاخرى. فلذلك هذا الموضوع كيستحق نقاش اكبر، ولكن لا بد من هنا كذلك. وشو اطلب سيد الرئيس، كان واحد الريع كان عيشه وهو الفندقه الاقامه والتنقل، خصنا نوقفوه، هذه تكلف ميزانيه البرلمان كذلك وميزانيه الدوله، خصنا نوقفوا هذا الفندقه وهذا التنقل كله، غادي يمشي لصندوق ديال الكوفيد ولا يمشي لصندوق اخر. إذن هنا باش غادي نديروا نوضعوا النقاط على الحروف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلمة للسيدة النائبة غيتا الحاتم عن فريق الحركة. شكرا سيد الرئيس. ملاحظ أنه أعضاء البرلمان أبانوا عن حس وطني كبير وتحمل مسؤولية في التجند لمناقشة والتصويت على القوانين اللي دعمت المواطنين واللي تتحاول يكون هناك إنعاس اقتصادي في هذه الظروف الجائحة. إذن أعضاء البرلمان دائما في صف المواطنين وتيدافعوا، داكشي اللي تيجي في الشبكات الاجتماعية بعيد عن الواقع. فأعضاء الولاية السابقة لم يستفيدوا من المعاش تماما، وبالتالي ما يمكنناش نقولوا بانه هذا غير يخداوه وتياخذوا ملايين، هذا غير صحيح. كانت هناك اجتماعات كثيره عن محاوله اصلاح هذا المعاش البرلمانيين، وهذا الاصلاح كان يحاول رفع سن الاستفاده الى 63، تخفيض المعاش الى 3500، ورغم ذاك الاجتماعات ما وصلناش لواحد الحل. الان الاتجاه العام هو في اتجاه تصفية، ولكننا ننتظر المعطيات اللي غادي يجيو بها الخبراء غدا، واستجابة لطلب السيد الرئيس البرلمان بالحسم من بعد هذا الشيء. المشكل اللي كاين دابا مطروح حاليا هو توقيف الاقتطاعات اللي موجودة. سابقا كان الاقتطاعات تكون تضامنا مع البرلمانيين السابقين، الان هذه الاقتطاعات لماذا؟ اقتطاعات تضامنا مع المؤسسات المالية، لا يعقل هذا الشيء. التوجه والآن خصوصا احنا متوجهين ناحية التصفية، فما سبب استمرار هذه الاقتطاعات؟ تنجد بأن القانون 92-24 تجمع البرلمان بغرفتيه، إذن لا يعقل أنه تصفية هنا فكينا في النواب والمستشارين يستمروا. إذن خاص واحد الحل موحد واحد للبرلمان ككل، ماشي كل غرفة غادي يكون عندها شيء سميته. كون هنا عاوتاني تنقولوا ها احنا غادي ناجلوا البث النهائي، لان خص هذا الملف ينتهي ويتشد نهائيا، والبرلمانيين راه ما عندهم لا معاش حاليا ولا حتى حاجه. اذا المواطنين غير يطمئنوا نهائيا، راه ما تيستافدوش البرلمانيين.
إذن تحديد الأجل البت النهائي في أقرب الأجال، ما نكونوش داك التسويف والمرة المجية عاوتاني اجتماع آخر عاود اجتماع آخر، وغادي نخرجوا من هذه الولاية كما خرجوا البرلمانيين السابقين بالولاية بدون، خصوصا وكاين واحد البعض اللي كانوا في الحاجة ماسة وكانوا معتمدين على داك 5000 اللي كانت تجيهم دابا وجدوا راسهم في حالة يرثى لها. كاين حاجة واحدة أخرى اللي خاصنا نهتموا بها في إطار هذا إنهاء هذا الملف، هو الاهتمام بالحماية الاجتماعية للبرلمانيين السابقين اللي موجودين في الحاجة باش العيش الكريم. ما يمكنش واحد كان شحال هادي برلماني والآن دابا ما عنده حتى باش يخلص الدواء باش يعيش. إذن في هذه التصفية أو هذا الانتهاء من هذا الملف لابد من الاهتمام بهاد البرلمانيين السابقين اللي ما عندهم حتى مدخول نهائيا، وضمان الحمايه الاجتماعيه لهم للعيش الكريم. وشكرا السيد الرئيس. شكرا جزيلا لغيت على اختصاركم الوقت. الكلمه للسيده النائبه السيده الرئيسه عائشه البلق. عاشت البرلمانيين في هذه الظرفيه هذه ليس بالاولويه، وغادي نقول علاش. لان احنا اليوم مجتمعين في هذه اللجنه تقريبا من 10 ديال الصباح، دابا غادي نمشيو حتى للجوج، وكنناقشوا كنفتحوا نقاش، كنعاودوا نفتحوا نقاش هذا النقاش اللي راه بدا من الولايه السابقه وفي هذه الولايه، وحنا غادي نختموا الولايه حنا في السنه الاخيره، وهذا النقاش كنفتحوه وكنفتحوا من خلاله جدل حول هذا الموضوع في واحد الظرفية كنخلقوا جدل في المجتمع، وفي واحد الظرفية اللي كتطلب واحد التعبئة وطنية من جميع القوى. لأن احنا اليوم بلدنا كسائر الدول العالم كتمر واحد الظرفية اللي هي استثنائية، ظرفية اللي هي صعيبة، عندنا واحد التطور ديال الوضعية ديال الوباء اللي هو مقلق، وغادي الدولة الآن أو الحكومة الآن متجهة باش دير تشدد الاجراءات وتشدد التقييد والتخوف كاع نمشيو عاوتاني لاعاده الاغلاق التام، وهذا عنده تداعيات اقتصاديه واجتماعيه. المواطنين اليوم والمواطنات كيتبعوا معنا اش كناقشوا، عاوتاني كنفتحوا الجدل حول المعاشات البرلمانيين، والناس كتقول لك انا ما لاقياش طرف الخبز ما ناكل اليوم. عندك قطاعات تضررات، الاف ديال الاسر، عندنا آلاف ديال مناصب الشغل ضاعت. تبينت من هذه الجائحة بأن عندنا الملايين، خمسة الملايين تقريبا، أزيد من خمسة الملايين ديال الأسر كتعيش وضعية الهشاشة، كتعيش من القطاع الغير المهيكل. وبالتالي اليوم كنفتحوا هذا النقاش، ومن خلال هذا النقاش كنعاودوا نفتحوا الجدل المجتمعي حول هذا الموضوع في واحد الظرفية اللي ما هيش سليمة، واحد الظرفية اللي ماشي المواطنين والمواطنات كينتظروا منا حاجه اخرى. تقول لك عندنا اولويات وانتم ما كتناقشوا. واللي غادي يزيد ياكد عاوتاني هذه الصوره للاسف اللي غادي تزيد تكرسها هي اليوم تقدم مشكورين للجنه، قدمت 14 المقترح قانون، كاين منها المقترحات اللي عندها علاقه مباشره بتدبير ديال تداعيات ديال كورونا، منها حاله الطوارئ الصحيه، منها حاله هذا. وبالتالي كنجيو كنعزلوا بوحدو التضارس، كون كنا غير نبرمجوا واحد التضارس ديال واحد 4 ولا 5 في خطره واحده. كل التخوف اللي عندنا في الحقيقه حنا في التقدم والاشتراكيه جاف التدخلات وهذا ديال هذا الشعبويه، التخوف كل التخوف هو اليوم هذا النقاش، فتح هذا النقاش وفتح هذا الجدل هو كيجي في اطار الشعبويه، وتخوف كل التخوف هو يكون من الغرض ديالو هو توظيف السياسي لهذا الملف. لان احنا كنا عارفين بانه اصلا هذا الصندوق، اصلا المعاشات هي موقفه اصلا من 2017، موقفه، وكاين قرار وكاين اجماع ديال كل المكونات اللي كاينه في المجلس، كل الفرق على اساس ما يمكنش الدوله تدخل. بالتالي احنا كنعتبروا راه الصندوق موقف، والتخوف كل تخوف بان اليوم احنا كنقرروا المساله ديال باش ما نطيحوش في الشعبويه. هذا الاجتماع، هذه اللجنه هذه ما خصش النقاش يجي اليوم، نبداو النقاش وما يكونش واحد الحل، هذا الحل هذا نمشيو فيه الى نهايته.
ما نمشيوش فيه الى نهايته. هذيك هي الشعبويه، هذيك هي الشعبويه ملي ما غنمشيوش في هذا الحل الى نهايته وما يتمش الطي النهائي ديال هذا الملف ويبقى مجرجر، هذيك هي الشعبويه. غادي نجيو وكنضيعوا فحال كنضيعوا الوقت المواطنات والمواطنين اللي كيتبعوا، ولا كنضيعوا الجهد ديالنا. وبالتالي حنا كنعتبروا في التقدم والاشتراكيه بانه حنا لا ما كنشككوش ابدا في النيات الحسنه ديال اللي جو الاصحاب ديال هذه المبادرات، لا نشكك، ولكن كنعرفوا بان الامر ما غاديش يجي بجره قلم. غادي نقولوا التصفيه ونقولوا التصفيه والتسويه وجره قلم، ان الامر غادي يطلب واحد المباحثات واحد التوافقات منها اللي غادي يبدا غدا مع المشرفين على التدبير ديال هاد الصندوق. وهذا من شانه كنقول بان هاد الجرجره اللي غادي نبقاو ونبقاو غاديين حنا في سنه اخيره من الولايه، خوف كل خوف اننا ما نمشوش للقضايا اللي كتهم المواطنين. اليوم كنناقشوا المعاشات ديال 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 البرلمانيين، علاش كنعزلوا البرلمانيين؟ لان هادشي كيزيد يكرس بان البرلمانيين تيقول لكم هي السنه الاخرى، المفهوم اللي غادي يتفهم هو هذه سنه اخيره والبرلمانيين عاوتاني كيقلبوا كيفاش يخلخلوا هذا الملف باش يدين ومخلي للقضايا. كان من الاجدر اليوم كان من الاجدر باننا نبرمجوا ايضا الملفات ذات الصله. حنا كنعرفوا بانه اليوم كنعرفوا اليوم بان وهذا جا في العرض ديال السيد الوزير وراه قالوها الساده الرؤساء اللي دخلوا قبل مني بان هذه اللجنه عرفت بان دفاع مستميت. كان المفروض اليوم مع هذا الملف يطرحوا الملفات اللي هما اللي كيتعلقوا بالمواطنات والمواطنين، لانه كنقولوا حنايا التقاعد حنا في العرض اللي جاب به الوزير تيقول 2023 عاوتاني غادي يوقع واحد الافلاس ديال الصندوق المغربي للتقاعد. وفي عوض ما يكون اليوم انكباب على كيفيه الحل الايجاد الحلول لواحد الشريحه عريضه ديال 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 ديال, ديال, ديال المغاربه. وايضا كاين اورش تفتحات من الحمايه الاجتماعيه اللي اكد عليها جلاله الملك في خطاب العرش، وزاد تاكد عليها في الخطاب بمناسبه الافتتاح ديال هذه الدوره الخريفيه ديال توسيع التقاعد اللي كيشمل حتى يشمل خمسه تقريبا المليون ديال المغاربه اللي كل عاملين بما فيهم العاملين في القطاع الغير المهيكل. وبالتالي حنا كنا كنقولوا بالاجدر ما يضيعش الجهد ديالنا، كنا نمشيو الاولويات هي اللي ما تطرحوا علينا الظرفيه اليوم، الظرفيه الاستثنائيه، الظرفيه الصعبه من ايجاد حلول والمساهمه في ايجاد حلول لضمان والتجاوب مع الانتظارات ديال المواطنين والمواطنات. وكنعتبروا بانه تخوف كل تخوف باننا نبداو هذا الملف عاوتاني ونجرجروا فيه اللي هو بادي من 2015 من الولايه السابقه ومجرجرينه حتى لهذه الولايه وندخلوا في اطار حتى حنا غير نديروا به الشعبويه ونديروا به المزايدات السياسيه وما يتمش الحل ديالو الطي ديالو النهائي. وكنلقاو راسنا حتى حنا كنساهموا في التكريس ديال هذه الصوره السلبيه على هذه المؤسسه وعلى الاولويات اللي خصها تمشي فيها هذه المؤسسه. وحنا في التقدم والاشتراك كنعتبروا ذاك الصندوق اصلا المعاشات ديال البرلمان البريطاني مصفي راسه براسه لانه ما بقاش كتصرف المعاشات من 2017 اللي خرجوا في الولايه السابقه البرلماني النواب والنائبات اللي خرجوا ما تاخذوش ما كيتصرف لهم حتى معاش. ولكن التصفيه ديال هذا الملف مرتبط بمجموعه ديال الامور، فيها المحاسبه، فيها شكون اللي كان كيشرف، فيها الصندوق، فيها المجلس المستشارين، وبالتالي غيطلب واحد العمليه. وحنا كنقولوا اليوم الصندوق واقف، كاين اجماع بانه ما يمكنش الدوله تضخ ولو سنتيم لاعاده التوازن لهذا الصندوق. وبالتالي اليوم كان خصنا نتجندوا القضايا الاخرى، فعاد ما يمشي لنا المجهود نقلبوا على توافقات وعلى كيفاش نديروا اصلا الصندوق كما تنقولوا هذا راه صعب مصفي، راه ما يمكنلوش يزيد، ما يمكنلوش، واصلا راه موقفين المعاشات. وبالتالي ما نعاودوش نحيوا دوك العقود الراشيه اللي كيقلب باش يحيي شي عقود راشيه راه اللي كيحسب بوحدو كيشيط ليه. واليوم خصنا نمشيو نكبوا الاولويات والاولويات الجهد ديالنا، وحنا في سنه اخيره وفي عندنا دخول برلماني اليوم كان بودنا حنا في التقدم الاشتراكيه اليوم اضافه الى مناقشه الموضوع نناقشوا ما يهم المغاربه ماشي ما يهم جزء من نناقشوا القضايا اللي كتهم المغاربه وكتهم اوسع فئات الشعب المغربي. وشكرا. شكرا السيده الرئيسه. السيد النائب بلافريج تفضل. شكرا السيد الرئيس. انا في جمله واحده السيد الرئيس نطلب منكم والاعضاء في اللجنه تطبيق النظام الداخلي. حنا قدمنا انا والسي مصطفى الشناوي واحد المقترح قانون سميتو العنوان ديالو الغاء المعاشات ديال
أعضاء البرلمان مجلس النواب ومجلس المستشارين هادشي منذ 2018 بداية 2018 بغينا كنتمناو مازال عندي أمل بأن مجلس النواب يطبق هاد المسطرة ديال المقترحات قوانين دابا تم التقديم ديالو واش المناقشات دارت ولا ما داتش مناقشات نتوما تقولوا لي أنا بانت لي بحال كانت المناقشة أنا بغيتو يتحط للتصويت هذاك المقترح قانون اللي حنا اجتهدنا كتبناه أنا والسي الشناوي بغينا يتحط للتصويت فبالتالي كنطلب منكم عافاك تحديد شي تاريخ إما يتصوت عليه دابا إما يتحدد شي تاريخ باش يتم التصويت عليه حيت أنا مي قلت في مداخلة سابقة بأن مي كيكون هذه عند تجربة أنا ماشي ضد فكرة ديال الإجماع أنا عارف اش كنقول كاين عدد القضايا اللي خصها الإجماع خصنا نقلبوا على الإجماع قضايا وطنية اللي كنتفقوا ولكن هاد أربع سنين اللي دوزت أنا في البرلمان عدد المرات مي كنشوف بأن كاين البرلمان إما في اللجنة إما في لجان أخرى إما على الصعيد الجلسة العامة كاين كيتقلبوا على الإجماع كيكون شيء إنا وأنا في هاد المواضيع اللي كتبان بأن ونحترموا الديمقراطية قبلوا الديمقراطية نصوتوا ونشوفوا داز ولا ما داش ما كاين حتى شي إشكال حنا قابلين النتيجة ماشي مشكل فبالتالي كنعاود نأكد أنا كنطلب منكم السيد الرئيس ولهاد اللجنة هذاك المقترح اللي قدمنا أعطونا التاريخ ديال اللي يتم التصويت عليه وشكرا. شكرا للسيدات والسادة النواب المحترمين رؤساء الفرق والمجموعة النيابية. إذا سمحتم أنا سجلت بعض الخلاصات لكن قبلها اسمحوا لي لأنه أنا بحال راني توهمت علاش برمجت وعلاش مع الدخول ولا غير ذلك. أنا وضحت بالملموس في الأول لأن المكتب فيه الفرق كاملين فروق المجموعة النيابية كلهم كاينين في المكتب فأنا طبقت زي القانون طلبوا مني باش ندير لقاء درت لقاء لماذا دابا كتلاح لي الكرة مرة أخرى النظام الداخلي فيه طلب تأجيل إلا بغيتو هو اللي يتناقش اليوم وكاين مواضيع ذات أولوية والجائحة والحالة الصحية والاجتماعية والاقتصادية وقضايا المواطنين ومقترحات أهم وبرمجة ملفات أخرى وأثر الجائحة وطرف خبز ديال المواطنين والشعبوية والمزايدات السياسية وهادشي كله أنا ماليش علاقتي به أنا قالوا لي في المكتب أنا والله ما أنا صاحب هاد الفكرة كاع أنا راه مشكلتي مشكلة معاكم حيت داكشي اللي كيوصلني نقدر نقوله يعني تعجب كنخبيها فلذلك زعما انا مالي انا رئيس ديال المكتب طلبوا مني الاخوان في المكتب برمجت هذا الموضوع برمجته واش غنتحاسبوش انا حكومه كتقولوا لي ديروا برامج ديروا هذه وديروش هذه انا طلبوا مني باش نديروا درتو انتهى الموضوع هذه واحد جوج اللي بغى يستغل هذا اللقاء من الناحيه الشعبويه ولا من الناحيه السياسيه ولا شغالوا هذاك انا التوضيح ديالي واضح كنطبق النظام الداخلي كنطبق القانون طلبوا مني وما درتوش غنتلام ولكن الاخوان والاخوات مختلف فرق المجموعه النيابيه شافوا بانه من الناحيه السياسيه ما خصوش يتبرمج كانوا يطلبوا طلب تاجيل كما دار الرئيس كما دار الوزير في القانون مشغول يمكن كاين المجلس الوزاري كاين شي حاجه اخرى الله اعلم طلب تاجيل وصافي واجلنا ونبينا على السلام انا ما كنطبق النظام الداخلي المقترحات اللي قدموا الاخوان هي اللي غادي نقول لكم كاينه ضروره توقيف الاقتطاعات توقيف وتصفيه مسار يعني دي النهايه سواء انه حادث ام هذا واقع هادو جوج الامور الاخرى غنعرضها عليكم كخلاصات كاين اللي كيقول عدم تاجيل وكيطلب او اذا كان يكون تحديد اجل معقول وفي اقرب الاجل كاين اللي قال اسبوع او اسبوعين كاين المقترح للاستماع لجمعيات قدماء البرلمانيين كاين التريث والاستماع للصندوق الى حين الاستماع للصندوق طبعا المغربي والسي دي جي كاين مراعاه الحالات الاجتماعيه اثناء اي مقترح تصفيه او الالغاء او هذاك الشيء كاع هذيك كله انما هي اسماء
تنسيق مع مجلس المستشارين، لأن هذا قانون واحد 92-24 من أجل أي قرار. وكاين اللي طلب تطبيق القانون النظام الداخلي اللي فيه المدارسة والتصويت على كل المقترحات، أي مقترح نعرضه من أجل نطبقه فيه النظام الداخلي. كنظن هذه الخلاصة ديال الكلام ديال الإخوة، لا نسيت شي حاجة قولوها لي. نعم السي ولف. تحديد المسؤوليات، تحديد المسؤوليات في الوضعية الحالية. طيب أرجوكم دابا اتفقنا في اللون نعطيو غير الممثلين. أنا ما عندي مانع من حيث المسطرة والنظام الداخلي، راه ما فيهاش غير ربح للوقت. طيب شكون اللي بغى يتدخل باش من؟ طيب كاينه نائبه وحده تبغى تدخل، تفضلي. صباح الخير السيدات والسادة النواب. علاش اشريت على انني ناخذ الكلمه في هذا الامر؟ لانه بالنسبه لي المسؤوليه ماشي مسؤوليه ديال رؤساء الفرق وحدهم، وماشي مسؤوليه ديال مكتب مجلس ديال مكتب لجنه الماليه وحدها، هي مسؤوليه من حقنا نعبروا عليها كنائبات ونواب داخل لجنه ديال الماليه، ولا احد من حقه انه يصادر حقنا في التعبير على راينا في هذا الموضوع. اولا الموضوع ديال معاشات البرلمانيين والبرلمانيات هو موضوع مطروح في الساحه الوطنيه، المغاربه كاملين تيتحدثوا عليه، تتحدثوا عليه بطريقه شعبويه، بطريقه عقلانيه، بطريقه واقعيه، بطريقه خياليه. هذا امر ما تيعفيش على انه هو داخل في الشان العام اللي تيهتموا به المغاربه، وماشي اول موضوع تيتيروه المغاربه اما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتيشتغلوا عليه وتيوركوا عليه وتيحاولوا يديروا التغيير ديال هاد القوانين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. بمعنى انه اليوم اللي تيقول على ان ماشي وقت هاد الشيء، انا شخصيا لا اتفق معه. علاش ماشي وقت هاد الشيء؟ وسمحوا لي لانه دقيقه، لا غادي نتكلم غير في هذا الامر، غتسمح لي السيد الرئيس من حقي نعبر على رايي. علاش ماشي وقت هاد؟ علاش بان هاد الشيء خصو يتحسم فيه؟ لانه فات وقته السيد الازامي، ولانه الكثير من الملابسات المرتبطه بالعمل السياسي مرتبطه بعدم الوضوح مع المغاربه في هذا الموضوع بالضبط، ولانه في النوبل ديال الممارسه السياسيه تيبدا باننا نكونوا صادقين مع المغاربه والمغربيات. قوانين كثيره ومشاريع قوانين كثيره ودول تغيرات الانظمه فيها بوسائل التواصل الاجتماعي، بمعنى انه كل النقاشات التي يثيرها المغاربة هي نقاشات مهمة ومهمة جدا. عيب علينا كاملين أننا نجيو في هذه اللحظة وفي هذه القاعة بالضبط ونقولوا بأننا ما تناقشوش الأولوية عند المغاربة. من نهار بدأت الجائحة في القاعة ديال المغربية إلى الآن لم نبخل لحظة واحدة على نقاش كل قضايا ديال المغاربة، إلى درجة أننا رجعنا من السيد وزير المالية بحال هو رئيس الحكومة، ناقشنا معاه كاع الجوانب ديال الحياة ديال المغاربة بكل طبقات ديالهم وبكل مناحي العمل ديالهم. اليوم اللي عنده مشكل اجتماعي ماشي غير عند البرلماني السابق، عند كل مغربي ومغربيه اللي ما لاقيش الخدمه، ما لاقيش العمل، ما عندوش التغطيه الصحيه، ما عندوش التغطيه الاجتماعيه. وهذا الشيء قالوا اعلى سلطه في البلاد اللي هو الملك محمد السادس، وقال بانه خاص تغطيه اجتماعيه شامله، خاص تامين صحي شامل. بمعنى حتى هذا البرلماني السابق مع كامل احتراماتي الادوار المهمه اللي اداوها لبلادنا وانتماءاتهم وكامل احتراماتي لكل ما قدموه لبلادنا، الا كانت خاصها التغطيه الصحيه حتى هو ينطبق عليه ما ينطبق على باقي المغاربه، ولا كان خصو التقاعد ينطبق عليه ما ينطبق على باقي المغاربه. ليس لدينا درجات من المغاربه، لدينا درجات واحده، متساوون متكافئون الفرص في التغطيه الصحيه وفي التغطيه الاجتماعيه. اليوم هذا النقاش خصو يسالي. علاش؟ لاننا حنا عيينا من الوصم الذي
نوصم به كبركة نواب ونائبات برلمانيات. عينا من أن يتم التعامل مع العمل الجبار التي قوم به السادة والسيدات المنتخبون في المغرب كامل ومع أدوار المؤسسات المنتخبة على أساس بأنها ريع وليست عمل ضروري للمصلحة الوطنية. وعينا أكثر من هكا على أننا في كل مرة تنجيو نتحدثوا على حالات دون أن نعرف عددها ودون أن نعرف أرقامها ودون أن نعرف حقيقة وضعيتها الاجتماعية. اليوم المغاربة كلهم عانوا من كورونا، الآن مغرب آخر، مغرب ما لقاش من توقفات الخدمة، راه درنا لي كوتيزاسيون مع بعضياتنا تضامنية باش نعاونوا المغاربة باش ياكلوا وباش يعيشوا، وكلنا ساهموا الآلاف من المغاربة ساهموا. خصنا نوقفوا مع الممارسات السابقة، وإلا كانت أمور مادية خصها تصلح ومرتبطة بالعمل النبيل للسياسة خصنا نقوموا بها، لا في التعويضات، لا في تقاعد الوزراء، لا في تقاعد النواب. اليوم تناقشوا تقاعد الوزراء النواب، نفضيو هاد النقطة، نفضيو تقاعد النواب، أنا مع تصفيته، مع إلغائه بشكل نهائي وكلي، وبالنسبة لي أي حالة اجتماعية يمكن تطرح تناقش وتطرح بحال باقي المغاربة، بنفس النظام ديال باقي المغاربة. وما نساوش نهائيا أننا في بلاد داخل الأسر المغربية متربين على التضامن ومتربين على التكافل مع بعضياتنا، وهذا الشيء تعاوننا وتعاون الأسر ديالنا كاملين. وتقاعد الوزراء خصو يتناقش أيضا لأنهم لا يساهمون، وكي أغلب لا يساهمون أبدا فيه، وتنظن بأنه ماشي ديمقراطي وماشي سليم وماشي اخلاقي انهم يبقاو يستبدوا فيه. ونجيو للمرحله الثالثه، يمكن ما يحصلش ان احنا نديروها في الولايات التشريعيه ديالتنا ونتمنى الدار المستقبل، هاد التراكم التعويضات وهاد الشيء ديال تعدد المهام وتنافيها وكذا يتناقش. هذا مغرب مفتوح على المستقبل، نخب فيه كانت متكدسه، اليوم نخب فيه تنفتح على الشباب، تنفتح على طاقات جديده، مستقبلا هاد الشيء حتى هو يتناقش وخصو يتناقش. ولكن اليوم انا بالنسبه لي بوضوح مع تحديد تاريخ إعادة اجتماع هذه اللجنة لمتابعة النقاش في هذا الموضوع وتصفيته نهائيا. ثاني حاجة، مع أننا نديروا لجنة تقنية من الفرق أنها تستمر في هذا النقاش. ثالث حاجة السيد الرئيس، أريد أن أذكرك بأن هذه الخلاصات اللي أعلنت عليها قبل هي نفسها اللي كانت الخلاصات في النقاش السابق، إبان المقترح المشترك ما بين الفرق كاملة. بركة من تقسيم المغاربة لدرجات، بركة احنا شفنا كيفاش المغاربة ما عندهمش تغطية صحية وكيفاش ما عندهمش وبانت أهمية التغطية الاجتماعية في المحارة ديال الكوفيد. احنا كنا بحال نمشيو لقدام، بمعنى انه علاش طلبت التدخل ديالي باش نأكد المقترحات ديال الأخ اليزامي. خصنا نحددوا الموعد في 15 يوم، هي 15 يوم، وخصنا نحسموا في هذا النقاش، نحسموا في الموضوع ديال التصفية باش نمشيو لقدام في مواضيع أخرى، تقاعد الوزراء ومن بعد منها التعويضات، وحتى شي حد ما يجي يقول لنا راه عندنا ناس تطلب، لأن المغاربة كاملين تيطلبوا، وكلنا فقدنا مصدر ديال العيش موازي للعمل ديالنا في البرلمان، وكاين اللي فقد بزاف د الحوايج وكاين اللي استمر وكل شيء. وغدا ملي غنخرجوا من البرلمان غنرجعوا لخدمتنا الأصلية بكل فخر وبكل اعتزاز، لأننا ما جيناش عطالة للبرلمان، جينا خدامين وغنرجعوا لخدمتنا. وشكرا. شكرا. من منى أفتتي. شكرا. أيضا في هذا السياق، خاصة مع يعني المداخلات اللي كانت واللي فعلا كانت محتاجة باش نتفاعلوا معها، وإلا بالنسبة لنا فريق العدالة والتنمية كنعتبروا المداخلة ديال السي الأزامي جامعة ومانعة ومعبرة عنا جميعا عن موقفنا. ولكن مادام يعني راج كلام هنا، كان لابد باش نرد عليه بهاد المداخلة اللي ما غاديش نطول فيها. التفاعل مع التعبيرات ديال المغاربة بالنسبة لنا بشكل إيجابي واجب علينا كمنتخبين. طبعا كنتكلم على يعني هاد التعبيرات اللي جات خاصة في هاد الوضعية ديال الصعوبات اللي كيعيشها المغرب يعني في ظل الجائحة، وإلا يعني هاد الواجب راه كان وخصو يستمر. ولكن في نفس الوقت لابد نتكلم على أنه كاين تدوينات اللي كانت مقابل بقشيش، وكنتحمل مسؤوليتي في الكلام اللي كنقوله، مقابل بقشيش للنيل
من شخص معين أو من حزب معين، والمغاربة كلهم عارفين هذا الشيء، لذلك وجب تقديم هذا التوضيح. تاريخ الحمد لله ديال المغرب وديال السياسة في المغرب ما تعرضتش للإبادة بشي فيروس كما كان الحال، الحمد لله بقى هي تمشي على قدميها، والشاهد من الأحياء يعني راه متبع الموضوع، واللي يعني حتى الى ماتوا راه عندنا ارشيف مكتوب، الارشيف ديال هذه اللجنه الماليه بالضبط. الى رجعنا للموقف ديال المجموعه النيابيه ديال العداله والتنميه في 97، في المرحله ديال 97 ل 2002 كان عندها تحفظ في هذا الموضوع، في الموضوع برمته والرفض ديال الزياده في المعاش. في 2000 ما بين 2002 و 2007 كان الامتناع ديال الفريق، وكاين هنايا الان اللي كان في فريق معين ورجع للفريق اخر، وراه شاهد على هذا الشيء، باش ما يقول الان بانه هو راه ما بقاش ماشي مسؤول على داك الشيء اللي كان. من بعد بعد 2007 كان توجه للرفض ديال الموضوع يعني مجددا. في 2000 ما بين 2011 و2016 بالمناسبه ديال التعديل ديال السماق تطرح الموضوع من جديد، وكان ايضا الاتجاه الالغاء ديال هاد المعاشات. ثم جاء المقترح ديال الفريق في هاد الولايه اللي الناس كلها عارفه بانها يعني باننا تداولنا في هاد الموضوع في النقاشات ديال اللي كانت في اللجنه ديال الماليه، ثم يعني توجه الفريق يعني بالتوقيع ديال السي الازمي حينها اللي كان رئيس ديال الفريق بالتقديم ديال مقترح قانون ديال التصفيه. باش نكونوا واضحين وما نزيدوا على حتى شي واحد، بمعنى ان ما صار في الموضوع ماشي عاد اليوم غادي نتكلموا عليه. ثم اكثر من هذا في النقاشات ديال اللجنه الماليه تكلمنا حنايا حتى على الموضوع ديال التقليص ديال العدد ديال الاعضاء ديال البرلمان، ماشي فقط الحفاظ على 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 العدد او الحفاظ على المعاش او الحفاظ على غيره. بالنسبه لنا التوجه لتصفيه المعاش توجهنا له ب ب ب يعني منذ امد بعيد، باعتبار الالتزام الاخلاقي اللي عندنا مع المغاربه، باعتبار الاحترام ديالنا للمغاربه اللي فينا اللي ما عندوش معاش، والحمد لله انه الان في هذه الولايه كاين توجه للحمايه الاجتماعيه لتمتيع المغاربه بمعاش في هذه المرحله اللي جايه في القريب ان شاء الله. وبالتالي بالنسبه لنا هذا موقف لم ينتج فقط على الحسابات ديال السي الازمي شار الحسابات الرياضيه اللي ما يمكنش يعني اللي كتثبت بانه ما يمكنش يستمر هاد الصندوق يعني هاد المعاش. وبالتالي بالنسبه لنا غير باش نكونوا واضحين، صحيح كنساهموا ب 2900 درهم او 3000 درهم بالتقريب، ولكن في المقابل يعني الميزانيه كتكلف بما يعادل هذا المبلغ، في حين انه عندنا من المغاربه اللي ما عندوش معاش، وعندنا من المغاربه من شارك في معارك الحمايه ديال هذا الوطن والصيانه ديال السياده ديالو، وعنده في المعاش 1000 درهم. حتى جات الولايه ديال السي عبد الاله بن كيران باش طلعت 1500 درهم، ومنهم من اخترق الرصاص أوصاله ومع ذلك يعني بقى كيشد 1000 درهم. في المقابل كان ممكن يعني واحد اللي دوز 5 سنوات يشد 5000 درهم. هذا الشيء منطق بالنسبه لنا واضح وما عندناش فيه مازال غبش. حتى الوقت اللي كانت يعني محاولات لاصلاح ما يمكن اصلاحه يعني والانخراط ديال الفريق ديالنا راه كان يعني تحت يعني كان في واحد السياق معين، باعتبار يعني هاد الدفوعات اللي تقدموا بها بعض الاخوه البرلمانيين. شكرا. لذلك اذا في نفس الاتجاه هاد الموضوع ديال تحديد ديال الاجل لابد من حسمه يعني في هذا الاجتماع قبل ان ننصرف، حتى لا نتهم باننا
يعني ناقشنا من أجل أن لا نخرج من أجل أن لا نحدد موقفا صارما وحاسما وفي وقت محدد. شكرا سيد النائب. السيد الرئيس. شعل. اسمح لي سيد الرئيس، لا طلبت الكلمة، طلبتها باش نوضح واحد النقطة. فريق تجمع الدستوري هو ممثل في المكتب معكم كيتحمل المسؤولية ديال البرمجة. أنا ملي تكلمنا على الظرفية ما تكلمناش على الظرفية ديال البرمجة، فنحن معك السيد الرئيس وكنتيقوا فيكم، حنا كنتحملوا معكم المسؤولية ديال البرمجة. فاش تكلمت على الظرفية هي كنتكلم على الظرفية أننا نسرعوا بالنقاش ديالو قبل ما يكونوا عندنا المعطيات اللازمه. هذا من جهه. وعندنا عندما تكلمنا عن الشعبويه باش ما تكونش واحد المغالطه ونوصلوا ميساجات خاطئين، فنحن لن نتكلم عن المواطن المغربي اللي كيتفاعل عبر لي ريزو سوسيو. حنا تكلمنا عن الشعبويه داخل مجلس النواب وليس عن المواطن. شكرا سيد الرئيس. شكرا. اذا عند زاد فكره جديده اللي ضافوه هي القضيه ديال تشكيل لوجينا من 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 اللجنه. دابا عندنا الرئيس مع الرؤساء وعندنا اللجنه اللي كتشتغل. دابا هذه القضيه ديال اننا نديروا لوجينا من اللجنه، انا اللي غنطلب منكم ما يلي: النظام الداخلي غنطبقوه في هذه المقترحات كاملين، ما يمكنناش ما نطبقوش النظام الداخلي. غير دابا مادام طلب مني السيد الرئيس واحد المهله، كنطلب منكم اننا نعطيو راسنا واحد غدا كاين لقاء. انا كرئيس اللجنه كنلتزم بعقد اللجنه، يعني اسبوع او اسبوعين على اقصى على على اقصى على ابعد تقدير. اذا مشينا بهاد الصيغه غادي نكونوا، حيت انا نقول لكم شنو في نيتي. أنا في نيتي أن من يجي قانون المالية لا هو ولا قوانين أخرى اللي عندنا، نكونوا زعما ما نكونوا صفينا هذا الموضوع باش ما يبقاش باش ديك الساعة حتى التفاعل المواطنين ولا هاد اللي كتكلموا عليهم أنه يكون حول قانون المالية والأولويات اللي فيه إلى غير ذلك. هذا هو باش ما نكونوش. فإذا سمحتوا نعطيو واحد المهلة ديال أسبوع وعلى اقصى تقدير اسبوعين وتعقد اللجنه. لا قانون الماليه غيجي يمكن يتحط الجمعه هذه ويتقدم اثنين، وكي حنا كناخذوا دائما كناخذوا واحد الوقت ديالنا. انا قبل المناقشه العامه كنعقد نعقد اللجنه. اذا ما عندكمش مانع، ما كاينش مانع صاف. فاذا ان شاء الله نعقد القرار اللي اتخذنا دابا، هو غادي نوصل هذا الشيء للسيد رئيس مجلس النواب ونعطيو اجل راسنا قبل المناقشه ديال العامه ديال حول قانون الماليه، نعقد لقاء اللجنه الماليه من اجل البت في الموضوع. صافقين. طيب، وهذيك الاستماع لجمعيه قدماء البرلمانيين انا غادي نعوض نديروا للوجينا، انا غنشوف في المكتب نستمعوا لهم. شكرا لكم، رفعت الجلسه.